السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. الحضور الكريم، الأفاضل، المهتمين بالجيل الجديد وبما نسعى إليه جميعا إلى بناء دولتنا الجديدة في المشهد الذي سيكون بإذن الله تعالى لنا دور فيه بين دول العالم، من التغيير الذي نهدف إليه والذي نبدأه أو سيكون في لبناته اليوم هذه الندوة، وما تنطوي عليه وما سنصل إليه من نتائج. حضراتكم الأفاضل الكرام، ونحن جدا سعداء بوجودكم باسم الجامعة الدولية، نحييكم ونرحب بكم في هذه الندوة، ندوة التقنيات المسيحية الرقمية والتصوير الجوي كأهم متطلبات التخطيط والتنمية المستدامة. الأفاضل الكرام، يفتتح ابن الجامعة الدولية الدكتور محمد يونس الفيتوري تلاوة من الذكر الحكيم لهذه الندوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. اسمحوا لنا الأفاضل الكرام، سيكون معنا الأستاذ الدكتور عمر جنيبر، عميد أسبق لكلية الهندسة جامعة بنغازي، وهو سيكون ميسر لهذه الندوة. فليتفضل الدكتور عمر. خلفية الموضوع أو هذه الملتقيات هي بناء القدرات وتوطين التقنيات، تحديات ومتطلبات وآفاق مستقبلية. الحقيقة هو الموضوع القديم الجديد يعني فيما يتعلق بالتعليم الجامعي. هذه الندوة لعلها تكون بكورة الملتقيات التي ستلحقها فيما يتعلق بربط الميجا بروجكت أو الصورة الكبرى للوطن مرتبطة بتصرفاتنا اليومية والشهرية وكذا. فنحن الحقيقة نعلم جيدا أن اللي يغيب عن هذه المؤسسات الأكاديمية هي عدم ربطها بين بعضها والبعض والهدف الكبير للوطن، لأن التخطيط الاستراتيجي على سبيل المثال فيما يتعلق بالشق الأكاديمي يبدأ بالميجا استراتيجيك اللي هو من خلالها نستطيع أن نصل إلى النتائج الرئيسية، ثم يتبعه تأتي بعده الماكرو، التفكير على المستوى الماكرو اللي هو الكلي، والذي نتحصل من خلاله على الكي ريزلت انديكيتورز اللي هي المؤشرات النتائج الرئيسية، وبعدها يأتي المايكرو اللي هو برنامج اللي هو الشق التنفيذي أو التشغيلي اللي نتحصل من خلاله
على خلينا نقول الكي بيرفورمانس او مش الكي بيرفورمانس، حصلوا عليها البيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات اداء فقط. ثم ياتي الاخطر هو الحقيقه اللي هو الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هو الاكشنز الخاصه بالاعمالنا اليوميه والاسبوعيه والشهريه. فاذا ما نجحنا على الصعيد الكبير فيما يتعلق بالفكر الاستراتيجي الكبير، لن نستطيع ان ننجح في تحقيق طموح من اي من هذه الطموحات، وخاصه الشق الاكاديمي الاخطر طبعا اللي هو مخرجاته سوف تلبي احتياجات السوق وسوف تحقق رؤيه الوطن. الغريب في الامر ان الميجا بروجكت غابت، يعني هو هذا مستهدف الامه، مستهدف الدوله يعني على سبيل المثال. ما هي المخرجات التي ننشدها حتى نستطيع ان نتماهى مع العالم مع ما سياتي في المستقبل؟ طبعا انت تفكر هنا، يجب انك ثينك جلوبالي اند اكت لوكالي، يعني انت تفكر في ليبيا لكنك تتعايش وتتعاطى مع العالم، والعالم يحدث يتغير بسرعه متسارعه اكسلريتد، حتى ما عادش قاعد الكوانتم ليب اللي نحتاجوها قعدت اخطر شويه. فنحن الحقيقه يعني جانبنا على السريع، يعني انا مش حنطول عليكم في المقدمه، انا فقط يعني حنعطي مقدمه للموضوع حتى افتح الموضوع. تفتيح الموضوع انا حولت اني اقول الشعار نتاع المنتقى اليوم هو فقدان التوافق، فقدان التوافق والتماهي الكونسستنسي والانتجريتد ثينكينج اللي هو التفكير خلينا نقول المتكامل، مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. حتى ما عادش قاعد نقول سوق عمل، هو سوق عمل زمان نتعامل معه على الصعيد خلونا نقول الماكرو، وكاننا نحن نعيش في قريه صغيره. الان هذا الانفتاح الذي نحياه ونعيشه يعني يحتم علينا ان نفكر ان هذه الثوره الصناعيه الخامسه الان، يعني في بدايتها بعد الثوره الصناعيه الرابعه والانترنت اوف ثينجز والميجا خلينا نقول البيانات الضخمه، تكلموا على الحوسبه مش عارف الدور العربي السحابيه ايوه الكلاود كومبيوتنج. فالان اصبح البحث على علاقه الانسان الذكي بهذا التوجه الذكي، يعني متطلبات على سبيل هي تختصر هذه الصوره ان نحن المخرجات التعليم لابد ان تجهز هؤلاء البشر مع هذه الاله حتى نحقق الانترنت اوف ثينجز والارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي. هي الموجه الان اللي يتكلم عليها، لكن جذرها غير متوافق لان لا تكفي المعرفه. تشوفوها الان نشوف هنا مثلا سكيلد اوبريتر سبورت باي اوتوميتد سيستمز توردز هيومن كمبيوتر انترفيس، التلاحم بين الجهاز يعني ما هوش مستخدم، هو انترليتد انترلينكد مع هذه الاله الذكيه. اذا مستوى الذكاء او مستوى التعاطي مع هذا الذكاء عالي جدا. على السريع يعني الفجوه الكبيره بين المهارات والمعارف التي ينشدها ويطلبها الواقع، يطلبها سوق العمل، يطلبها العالم، الخريجين الجامعات يؤدي ذلك الى العديد من النتائج السلبيه. ان نحن نلاحظ الفضاله الكبيره في البلد، هدر الموارد البشريه، ضعف الانتاجيه عند حتى العاملين والمتخصصين والقدره التنافسيه الاقتصاديه. كلما تاتي اقتصادات جربنا الحقيقه هذا الامر عندما كانوا ياتون مدراء شركات في فتره مسكت عميد كليه الهندسه، فكانت المشكله ان دائما تساؤلاتهم ان نحن لدينا افضل مخرجات، ومش مدحا في كليه الهندسه ولكن كلمات، يعني يجي واحد يتصل به يقول له والله هذه المخرجات في جامعه مانشستر نحن نريد مثل هذه القدرات والامكانيات. والان بدات تحدث حقيقه حتى في ليمو، وقعدنا نسمع ونشوف لما يمشوا في الخارج بدات شويه تبدا عمليات القدرات المحليه تبدا اذا ما اهتممنا بها، اذا ما اهتمنا بها في هذا المستوى. طبعا ادى ذلك الى الشعور بالاحباط واحباط الشباب، ان ما فائده كل هذه السيرتيفيكت وفائده كل هذه التخصصات والقدرات. الان هناك العديد من العوامل التي تساهم في تشكيل هذه، من اهمها انا بيوصل فكره الندوه، عدم مواكبه المناهج والدراسات والتطورات المتسارعه في سوق العمل. يعني في التخطيط الخطه لا تكون ناجحه اذا كانت اجمل وافضل وانقى خطه في العالم، الخطه لابد ان تكون تحمل بين ثناياها مفهوم التحرك والرشاقه والمرونه والتعاطي مع الذي يحدث. حتى وانت خططت بباك جراوند رائعه جدا لكن راه التغير رهيب جدا، اذا هذه الخطه لابد ان تحمل بين ثناياها القدره على اكتشاف ما الذي يحدث في وقت ريال تايم. دكتور فيك
يعني في الوقت المحدد، لان لما تجي في وقتها فانت قاعد تخطط خارج الدائره، مواكبه المناهج والتطورات، ضعف التركيز على المهارات العمليه، هذا اخطر شيء. نناقش عن الموقف المتخصصين في الجيوماتكس بالتطورات والعمليه والتقنيه في التعليم، قله فرص التدريب العملي للطلاب، عدم ربط التدريب العملي للطالب ويتحرك. احنا في الهندسه عندنا 20 اسبوع تدريب، يشوفوا انتم من جامعه اوهايو ستيت يونيفرستي اسمعي هذا التصور، لكنه وصل الى ان اصبح هذا التدريب تدريبا شكليا، يعني يقوم ويكمل ال 20 اسبوع وتنتهي العمليه، لكنه ليس ورك بليسمنت حقيقي زي ما يحدث في الستيتس في اليونايتد كينجدوم. عدم وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، هذا المعول الذي حملته الان لينو، انا اتصور يعني هذا الشعار وهذا الهدف هو مش مجامله. ما دام بدات تتعاطى مع الهيئات ومع المؤسسات في هذا الجانب، نحن نريد يا ايها المؤسسات الذين ستستقبلون خريجينا، لا نحن ندعوكم ونمد لكم ايدينا ان تشاركونا. بماذا؟ تشاركونا في صنع المحتوى الكريكولوم والسكيلز اللي نحن نحتاجهم لتوصلوا بهم لما تريدونه انتم، حتى نبني هذا التماهي كونسيستنسي ما بين المؤسسات الاكاديميه الخاصه والعامه. ولكن هذا حملت هذا الهم من جامعه ليمو الان، غياب ثقافه ربط التعليم باحتياجات سوق العمل لدى الطلاب واولياء الامور والمؤسسات المختلفه. المؤسسه هي تنظر للطالب، والطالب يبقى يحصل على المعلومات ولا يعرف قيمتها الا بعد تنتهي. تسجيل الهوة، دراسة احتياجات السوق، هذه احنا ممكن نموذج نناقشوه بعدين بس على السريع. مراجعة برامج ومناهج التعليم العالي نحتاجه جدا. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، شراكات حقيقية، منتدى حقيقي يتواجد فيه ويتوفر فيه أصحاب المؤسسات الخاصة مع القطاع التعليمي القادر على إحداث هذه النقلة. تحسين التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، حتى الطالب إذا عندك إمكانات وعندك قدرات وعندك كذا، لا تستطيع أن تحدد يتوجب عليك الدخول فيه والانخراط فيه واتقانه. متابعه وتقييم الخريجين، حقيقه الخريج هذا لم يعرف انه هو اسس، زي ما يصير في امريكا، يعني لما يقولوا لما داروا في المجلس الشيوخ الامريكي اصبحت امه في خطر، داروا تقييس لما امه في خطر، اكتشفوا ان عضو هيئه التدريس مع الامريكا عضو هيئه التدريس يستمر عضو هيئه التدريس، فداروا لجنه لهذه اللجنه بهذا المفهوم، يعني متابعه أصبحت تبحث على المهارات وتثبتها في ذلك العضو الذي يستطيع أن ينقلها لهذا الطالب. أصبح الأمر أخطر، فأحدثت لجنة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقييم وما هي الملكات وما هي القدرات التي ننشدها في عضو هذا العضو التدريس. تشير الدلائل أن التعليم الهندسي، هذه حقيقة أنا كتبتها في الصبع قلت، لأن هو كما قلنا كثير من الندوات والنقاشات والحوارات والندوات الاونلاين انترناشونال ناشونال فيما يتعلق بتواجد هذا المستقبل غني بالمعلومات والمهارات القادمه، هذه نتفق عليها ان مستقبل حقيقه التعليم الهندسي خاصه، لان هو نحن والدكتور عمر والاخوه في كليه الهندسه والدكتور توفيق في الهندسه والعلوم التطبيقيه لعلهم يشاركونني هذا الراي، ان نحن التوجه المستقبلي اصبح صعبا جدا غني بالمعلومات والمهارات الفائقه، هذه المهارات الفائقه كلما استجدت ان لم تتوفر في هذا الكوريكولوم او في هذه المنهجيه التي تريد ان تعطي هذا الكوريكولوم من منهجيه المناهج الدراسيه، سيصبح صعبا على الطالب انه هو يتباهى مع هذا السوق. متمركز على الطالب، يعني ستودنت بيست، يعني كانه يدور حول الطالب، بس بمعنى شنو؟ ان في نفس الوقت يتماهى ويتناغم بشكل رشيد ومرن. اجل من باب الاجيلتي، ولين فيري لين، يعني اكتشاف الاخطار اللي ممكن يتعرض لها الخريج في وقتها حتى يناقشها بذلك الكريكولوم في وقته، يعني انت تجد ان كل سمستر كاين مش عندنا كريكولوم جديد، لا عندنا اليه جديده لاعطاء هذا الكريكولوم اللي يتماهى مع سوق العمل. ويمتد في التعليم الى ما بعد التخرج، واقع التعليم حقيقه جمع معلومات وتحصيل درجات، هذا واقع تعليم. لو تسال اي واحد هو قاعد يدرس يجمع في معلومات نولج بيس ويحصل في درجات. انا نطلق عليها هكذا تجاوزك، نقول نحن في كثير من الطلبه حللنا الامتحانات. يعني افضل الحالات انك نحن نقيم بهذا المعيار. الان اصبح العالم ما عادش يبحث على ارني ما تستطيع ان تفعله في هذه المؤسسه.
نحتاج لمنظومة. أنا نقول البارادايم الدرجة قبل القالب الفكري المايند سيت، نحتاج إلى بارادايم جديد يبني على عقلية تتماهى مع متطلبات البيث اندستريال ريفولوشن. هذا أول مطلب حقيقي نحن ممكن إن شاء الله نتمنى في جزئية الندوة الآن نصل إلى قبل تصميم هذا البرنامج الذي تبدأ فيه جامعة ديمو في مجال المساحة الرقمية، أن تعتمد وتبهي متطلبات المستقبل. نحن we are here نبل where we are standing عرفناها، where we are heading هذه هي اللي كنا نبغى نوصلها على مستوى الميجا استراتيجي بلاني اللي هو وتعد وتنمي النموذج المتكامل المهارات. أنا قصدت كلمة نموذج متكامل، مرات واحد يقول لك ونعد النموذج المطلوب من المهارات، إن لم يكن هذا النموذج متكاملا fully integrated model يتماهى مع متطلبات الـ 5th industrial revolution في كل التخصصات. industrial revolution by the way هي أكثر شيء حتركز عليه الجانب الطبي مع الزراعة مع لكن هي استخدام الإنسان الذكي بهي العوامل الأخيرة، يعني القدرة على التفكير والنقد والتحليل. وهذه الحقيقة أنا يعني أشيد بديمو أنا أن هم ينتهجوا هذا الناس فيما يتعلق بالتفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير الابتكاري والتفكير خارج الصندوق. يفترض المناهج تصمم بهذه العملية، مش ما يقعدش شنو الانطلاقة جزئية. إذا كانت كذلك ما نحن ناجحون بإذن الله تعالى. المرونة والتكيف مع التغيير، الثقافة الرقمية والتقنية، ما تقعدش كورس في كل تخصص، عندنا كورس كمبيوتر وكورس كذا، رقمية وتقنية متكاملة تكون في كل تجريد. التقنيات الحديثة والقدرة على استخدام التقنيات والوعي بالآثار الاجتماعية، حتى قدرة الطالب على أن يفكر في البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، مش لما يبدأ يشتغل حتى كل هذه الأخلاقيات متوفرة في قدراته. مهارات التواصل والعمل الجماعي، وهذه نحن حقيقة سليم لأنه بيشتغل internally and externally في عالم حقيقة متغير، لابد أن نركز على هذا الجانب، الإبداع والابتكار، القدرة على التفكير خارج الصندوق. ونقول حتى داخل الصندوق إذا أتقن هذا الكلام، يعني خارج الصندوق إبداعيا وداخل الصندوق تكامليا فيما يتعلق بهذه الإمكانيات، القدرة على حل المشكلات بطرق غير تقليدية، problem solving باستخدام الابتكارات الحديثة حقيقة في طريقة، القدرة على المبادرة واقتناع الحلول. لو استطعنا في كل كورس هذا يعني بيلت ان قاعد جوه داخل الكرتل، هو قاعد يحضر في محاضره ولا يقرا في منهج، هو في نفس الوقت قاعد قاعدين نعدوا فيه في هذه الخصائص المختلفه. الوعي الاجتماعي والاخلاق والخطا حقيقه يغيب في كثير، نحن نعده وبعدين هو بينه وبين المجتمع، لابد ان نركز على هذا الجانب ونأخذ قرارات مختلفه حتى يستطيع اذا جاء قرار فوقيا للوزاره او كذا يستطيع الاصل يعني ينهي خلاص في الوعي الاجتماعي والاخلاقي. اخيرا ندوتنا اليوم حتركز على التقنيات المساحيه الرقميه والتصوير الجوي. الان فقط يعني بعد ما عضيت البسطه هذه فيما يتعلق ب لعل استطعت اننا نعطي خلفيه لقائنا اليوم، لماذا نحن نريد ان يتماهى الشق الاكاديمي والجامعي مع متطلبات السوق، هذا السوق المختلف سواء بين القطاع الخاص والعام. فنحن نهدف حقيقة في من خلال استضافة الخبرات والقدرات وبمشاركة مختصين فيما يتعلق بتنفيذ هذه الندوات التي كانت بكورتها هي الندوة التي بين أيدينا اليوم، اللي هي التقنيات المساحية الرقمية والتصوير الجوي كأهم متطلبات التخطيط والتنمية المستدامة. طبعا امام اذا اخذت المطويه لهذه الندوه سوف تجدون بين ايديكم مكونات هذه الندوه. نبدا الان بس الان بدانا تحديدا في تنفيذ الندوه، ويسرنا بهذه المناسبه ان نرحب بالاستاذ الدكتور محمد سعد. الدكتور محمد سعد طبعا هو رئيس جامعه ليمو وغني عن التعريف. انا الحقيقه يعني لو بنقرا السي في بتاع محمد سعد كلها يعني ناخذ وقت كبير، لكن هو غني عن التعريف، ولكن لا باس ان نحن اختصرنا بس يعني قبل ما نتيح للفلور اجهاز ان شاء الله.
الدكتور محمد سعد خريج يحمل بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة العرب الطبية سنة 1988. ربي يطول في عمرك يا دكتور محمد سعد، ذكرنا من 88. نوفمبر 1993 تحصل على ماجستير جراحة العظام من كلية لندن الجامعية، ثم في يونيو 1997 زميل الكلية الملكية للجراحين، وأبريل 2010 دبلوم إدارة المستشفيات من جامعة كاثوليكا. في 88 مناوب في تدريب داخلي في قسم الطوارئ وجراحة العظام في 89 للتدريس بني غازي. في 91 طالب دراسات عليا في معهد العظام مستشفى رويال انترناشونال، ثم درج العديد حقيقة من التخصصات. الآن مع أهم المهام التي تقلدها أتى من لا يعرف الدكتور محمد سعد، رئيس فرع بنغازي للمركز الوطني للبحوث الطبية، عضو اللجنة الوطنية الليبية للأخلاقيات والسلامة البيولوجية، عضو لجنة تدريب القوى العاملة، وعضو محاضر مجلس التخصصات الطبية الليبي في جراحة العظام، وعضو المجلس الوطني لطب الكوارث مجلس التخصصات العربية، وعضو المجلس الطبي العام للتخصصات الطبية الليبية من 2000 إلى 2004، مؤلف مشارك سابق في مجلة الجماهيرية الطبية، مجلة سبها الطبية، عضو الجمعية الليبية للجراحة، الجمعية الليبية لجراحة العظام، ونائب رئيس وكالة الإغاثة الليبية والمساعدات الإنسانية، ومؤسس مشارك للجامعة الليبية في الطب الرقمي، ثم أخيراً عضو لجنة رؤية ليبيا 2025 مسؤول قطاع الصحة، عضو الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، منسق اللجنة السياسية مجموعة الدعم والتشاور للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ومؤسس وزعيم الحزب الديمقراطي المدني. نرحب بالأستاذ الدكتور محمد سعد، فليتفضل مشكوراً. بداية أرحب بكم أجمل ترحيب، و ممتن جداً لحضوركم اليوم هذه الندوة المهمة. احنا سعداء جداً يعني بوجودكم السادة الضيوف الكرام وأيضاً أسرة الجامعة. هذه الندوة تأتي انسجاماً مع فلسفة ورؤية هذه الجامعة. هذه الجامعة عندما تأسست سنة 2007 كان المؤسسين لها هم أولئك المجموعة من الأعضاء التدريس اللي كانوا راغبين في إحداث تغيير حقيقي. العالم يتطور من حولنا، واللحاق بهذا العالم يحتاج إلى بذل جهود كثيرة. هذه التي عبر عنها الدكتور عمر بأنها فجوة، هوة كبيرة، تشازم، يعني مش بس يعني تخلف محدود. هذه تطلبت أن يكون هناك فعلاً يعني في مؤسساتنا العلمية والأكاديمية دور مهم، سواء كان في نقل المعرفة وتوطينها أو في بناء القدرات، وأن تكون بيوت خبرة. عندما للأسف الشديد يعني وجدنا عوائق كثيرة أمامنا في القطاع العام، نتذكر جيداً يعني الفريق اللي عمل معي في لما كنت في كلية الطب، وبعدها لما كنا في جامعة قريونس، يعني في تلك الفترة وجدنا أن هناك مقاومة للتغيير، وهذه طبيعية يعني ليست محدودة مقتصرة على الليبيين، ولكنها يعني بشكل عام القدرة على التغلب على هذه المقاومة ربما هو الهاجس الأكبر لدى الأكاديميين ومن يريد إحداث التغيير والتطور. كذلك عدم وجود استقلالية ويعني جوانب أخرى، منها عدم استقرار إداري، وعدد الطلاب اللي يفوق يعني عددهم السعة الاستيعابية للجامعة، هذا كله أثر على جودة المخرجات وعلى قدراتها. فكان في 2007 اللجوء إلى أن يكون هناك الجامعة الليبية الدولية في ذاك الوقت كان هو ردة فعل وعدم شعور بالإحباط والرغبة في إحداث التغيير الذي ننشد. وهذه الفلسفة اللي قلت لكم احنا سعداء جدا بهذا اللقاء اليوم مبنية على أساس أن المؤسسات الأكاديمية لابد أن تطلع بدورها ومهامها على أكمل وجه في إحداث التغيير الحقيقي اللي تحتاج التنمية ويحتاج المجتمع وينقلنا إلى العالم الذي نعيشه الآن. احنا كنا نقول عند البداية لما بدأنا بأن الطلاب الجالسين، وهذه
ما زالت يعني مسألة قائمة. طلاب الجالسين على مقاعد الدراسة الآن متوقع لهم أن يعملوا 40 سنة القادمة. هذه 40 سنة مختلفة تماماً على ما تعودنا عليه. عندما نصر على أن ندرسهم ونعلمهم بنفس الكيفية وبنفس المناهج وبنفس التخصصات التي تعودنا عليها من 60s and 70s، نكون قد حكمنا عليهم بالفشل. ليس فقط في الكارير يعني لكل منهم، ولكن للبلد. لابد من أن يكون هناك فعلاً تطور يواكب الحداثة، يواكب ما يحدث. نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، نعيش عصر الكوانتم كومبيوتينج، نعيش عصر التقنية المعلومات، نعيش عصر الثورة الصناعية الخامسة. لا يمكن الاستمرار بأن نكون مثالنا مثال. وللأسف الشديد يعني أكون صريح معكم بأن الأمل في أن يكون هذا التغيير حقيقي ما لم يحدث في داخل كل عضو هيئة التدريس وكل أكاديمي وكل مسؤول في الجانب العلمي. هناك كثير من الوظائف التي اختفت وأخرى التي متوقع لها أن تختفي. هناك كثير من الوظائف الأخرى التي تحتاجها التنمية، يحتاجها سوق العمل، وغير موجودة. هناك كثير من التخصصات والمهام التي يحتاجها المستقبل، يعني سوق العمل الآن ما هو جاهز لاستقبالها في الوقت الحالي، ولكن المستقبل يحتاجها. وبالتالي احنا في الجامعات لا يجب ان نكون يعني رهينة لواقع لا يمكننا معه ان نحدث التغيير الذي يجب ان يكون. هذا دور ومسؤولية الجامعات. انا اتذكر جيدا كلمة استاذ العلوم السياسية من جامعة هارفارد لما كنا نتحدث على في 2006 لما كنت في زيارة هناك، كنا نتحدث على الاندومنت اللي هو الوقف التبرعات بتاع الناس لجامعة هارفارد في تلك السنة اللي وصلت إلى $1 مليار. قال لي وبصريح العبارة، قال: نحن في الولايات المتحدة الأمريكية في قمة العالم وسنبقى لأن شعبنا يحب العلم والتعلم. قال أي مواطن لما يفكر في كتابة الوصية بتاعه قبل يفكر في أولاده يفكر في جامعته. ولذلك أنا دائما أقول بأن التبرع يعني سيتغير واقع هذه الأمة عندما يكون التبرع للجامعة أولى من الجامع. لما تتغير هذه العقلية، لما يصبح هذا الهاجس لدينا في أن احنا نحدث التغيير في هذا الواقع اللي احنا عايشينه لكي نلحق. نحن ما نبشر يعني نسبق الآخرين، نحن بس يا ريت نسد هذه الفجوة وأن احنا نقلل. احنا في الجامعة يعني اشتغلنا على استحداث تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع ويحتاجها المستقبل، وبدأنا فيها وبدأنا في مخرجات روعية في المناهج بأنها تكون متوافقة مع متطلبات المهنة، تكون بتصميم يشارك فيه أصحاب المصلحة، من هم سيكونوا يعني يمثلوا سوق العمل. في كل البرامج اللي احنا اعتمدناها تم تغيير استراتيجية التعلم من التعلم التلقين والتحفيظ إلى التعلم الذاتي المرشد، وإلى أن يكون الطالب محور العملية التعليمية. بدأنا في التفكير في أن يكون إعداد الخريج ليس فقط من ناحية أكاديمية وعلمية ومن ناحية علوم، ولكن أيضا تهيئة في طرق التفكير والتفكير الناقد وكيف أنه يكون مساهم في المجتمع ومتطوع ومتبرع. واجهتنا صعوبات من بينها، نعطيكم على سبيل المثال، لما يعني اقتنعنا تماما بأن تخصص الهيلث انفورماتكس هو مطلوب جدا ويحتاجه المستقبل. صحيح مستشفياتنا غير جاهزة إلى أنها لأنها مازال ما تستخدمش في الميكنة ومازال متخلفة، والملفات اللي تكتب بخط اليد واللي عادة ما تضيع وتصبح غير متاحة عندما يتم الاحتياج لها. احنا كنا مدركين بأن هذا التغيير ده. بدأنا نخرج في مخرجات مؤهلة أنها تتولى هذه المهمة، لم تجد لها مكان في سوق العمل لأن المستشفيات غير جاهزة لإحداث هذا التغيير.
ولكننا مصرين على أن 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 نبقى يعني مبادرين. لما بدأنا في تغيير مناهج الصيدلة وطرق التدريس فيها وأيضا التخصص الصيدلة إلى الفارم دي بروجرام، وهذا التطور اللي صار في العالم الآن الكل بدأ يتغير في هذا الاتجاه. دي بروجرام رغم أننا لم يكن لدينا متخصصين في هذا الجانب، واستعنا بمستشارين دوليين واستطعنا أن ننشئ هذا التخصص وأن يبدأ هذه المخرجات، بالرغم من أن في المستشفيات لا زالت الكادر ما هوش مواكب لدير، لكنها أحدثت فارق، ومتأكدين من أن هذا الفارق سيستمر إلى أن يكون هناك فعلا تطور في مستوى الخدمات الصحية في بلادنا. كل برامجنا اعتمدت محليا لأن طبقنا المعايير الدولية، وهذا سبب التسمية في البداية أن تسمى الجامعة الليبية الدولية. هذه المعايير مكنتنا من أن احنا ليس فقط الاعتماد المحلي ولكن أيضا الاعتماد الدولي، وكل برامجنا يعني بدأت في أنها تتحصل على الأيام الماضية كان اعتماد الفارم دي من هيئة الاعتماد الأمريكية، قبلها للأسنان من هيئة الاعتماد الكندية، اللي قبلها كان الطب من World Federation of Medical Education للاعتماد الدولي اللي على مستوى العالم. هذا التوجه يعطينا الثقة في أنفسنا بأن إحنا قادرين على إحداث التغيير، وبالتالي أنا نقول راهو بالرغم من أن الدولة لم تساهم معنا في شيء، لازلنا نقول بأن لا نريد دعما ولكن فقط كفوا أذاكم عنا. إحنا شاعرين بأهمية هذا الدور وبمسؤوليتنا تجاه وطننا، ولا بد من إحداث التغيير. ما نحن بصدده اليوم أمر في غاية الأهمية، هناك احتياج وهناك تقنيات حديثة متطورة مؤسساتنا بعيدة عنها، لابد من أن نؤهل الكوادر التي تكون قادرة على أن تساهم في التقنيات المساحية الرقمية وأن تكون في التصوير الجوي وأيضا الاستشعار عن بعد والمساهمة في تخصصات جديدة. لعل البداية ستكون من خلال في بعض التخصصات من خلال برامج دراسات عليا، ولكن هناك أيضا حاجة إلى تطوير دراسات جامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المستقبل. هذه مسؤوليتنا. احنا ندرك تماما الآن بأن الجامعات الليبية تحتوي على ما يزيد عن 500,000 طالب، وربما يقل أو يزيد. مخرجات للأسف الشديد في معظمها في تخصصات ليست ذات أهمية. احنا نطلق هذا النداء من هذه الجامعة ومن هذه الندوة بأن التغيير حتمي وضروري ومستعجل، لابد أن يحدث اليوم قبل غدا. وأعتقد بأن الرسالة أصبحت loud and clear، واضحة وعالية، والكل يعني من يغفل عنها ومن يتغافل عنها هو مثال تلك النعامة التي تغرس رأسها في الرمال لكي لا تدرك الخطر المحدق بها. أحييكم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق، وأنا جد شاكر للدكتور أسامة شريف ولزملائه اللي تبنوا هذا الموضوع ولجأوا إلى الجامعة الدولية. ونحن نقول بأن احنا نؤكد بأننا سنكون شريك فاعل وقادر على المساهمة بكل ما نمتلك من قدرات وإمكانيات من أجل إقامة مثل هذه التخصصات اللي يحتاجها وطننا ويحتاجها مستقبل أولادنا ومستقبل الوطن. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. يعني ما سينجم عن هذه الندوة بإذن الله تعالى سيكون خيرا كبيرا، ونقطة بداية مميزة بإذن الله. الآن قبل ما نترك المجال للمتحدث الثاني اللواء الدكتور أسامة الشريف، هناك عرض لفيلم وثائقي قصير باش يفتح الموضوع لما سيتحدث عنه اللواء الدكتور أسامة الشريف.
سيتحدث عن تقنيات الجيوماتكس وتوجهاتها التكنولوجية الحديثة متعددة التخصصات. فنعرض الشريط الوثائقي بس، وبعدين ندعو سعادة اللواء الدكتور أسامة الشريف للحديث على ورقتي بإذن الله. Today's world is changing, drawing us closer to the careers of the future. One of these is geomatics engineering. Geomatics engineering is a discipline where you look at measuring the size and shape of the Earth and objects on and above the Earth as well. You're going to learn all kinds of really new and exciting technologies that are being used by all kinds of companies around the world. Anything from your cell phone and type of positioning applications there to, you know, digital imaging with cameras, or it could involve collecting data for biomedical applications as well. You can find it in your phone, you can find it on any type of mapping data that you use. Anywhere where you'll find a position or a location, it'll have some relation to geomatics. There's the more conventional understanding of geomatics being land surveying, so the guy on the side of the highway looking through an instrument, we all kind of have that picture in our heads, but there's a lot of technical analysis work, and there's a lot of software engineering and design, and there's a lot of interaction with spaceborne data. I'd always seen people doing surveying. I didn't really know exactly what it was about. I knew that there were a lot of job opportunities in surveying industry. It's not the only option that's available to me coming out of this program. There's not just one thing that you can do. I found this program to be one of the best, not only in Canada, but in North America. People that we're trying to attract into the industry are passionate about technology, passionate about the Earth, and the way that people interact. One of the really interesting things about the industry is you never have any project that's the same as the previous project, so you have quite a variety of things. The industry is moving very, very quickly and very, very fast. We have very cool technologies coming out in industry, and we can't wait to implement them in their classrooms here. I love being able to show the students that and show them that they can be very successful, even though it may seem very complicated at first. Whether that's using LiDAR or a variety of tools to collect a lot of spatial data, the tools are out there, the technology is relatively easy to collect it. There's very few people who know how to manage and process and represent that data to the end user. And I think our students are extremely well positioned to be able to learn how to manage that data to fit those new opportunities in industry. From transportation, the automotive industry, agriculture, the airline industry, ships, navigating, it all ties back to geomatics. So the GNT program at SAIT provides all those tools, and it gives everyone an opportunity to have options. I came in for a student for a day, followed a couple of classes around, it was great, and so I decided I would enroll. Part about the SAIT environment that I like most is the quick turnaround between learning things in the classroom and being able to apply them in an applied activity or lab. We're doing a photogrammetry project right now that we're actually digitizing all of SAIT. It's interesting learning how to do it all. We get to work on a lot of real life examples that our instructors have worked on in the past. It's really hard to execute a project unless you have a really good team of surveyors that can actually provide the contractors the proper information that they need. The grads that we have, they're so well prepared and they have that foundation. In my career, we've gone from total stations to GPS to 3D scanning, and it's just something that you're always learning and always evolving, and it's really exciting. SAIT was a goal. Starting my own company was also a goal, and all of those things I have achieved primarily because of the foundations that were laid through my education at SAIT. In the South African context, geomatics skills are listed as one of the critical skills. Someone who has studied geomatics can look forward to careers in land management, they can work with planners, they can work within the built environment, they can work with geologists, but they can also work in geography and urban studies. We find a lot of graduates have even broken into law and into commerce. Geomatics teaches a lot about problem solving and analytical skills that you can incorporate in business, in corporate relations.
kids are able to exit with a full suite of skills to be able to become successful professionals that are highly sought after among the geomatics profession. If you like working with technology and being at the fore of what's happening today, then geomatics is the place for you. Geomatics at its core is trying to find position in the world, trying to understand the size and shape of the earth. And as technology has evolved, so has our understanding of surveying and mapping. We've got the cadastral surveying, which is property boundaries. There's a field of geodesy, which is looking at the size and shape of the earth and understanding more about the earth as a dynamic body. We have a number of graduates in the big data science realm at the moment. We teach students how to manage complex problems and how to deal with big data. And that is becoming a really important skill for graduates these days. One thing that has surprised me within the geomatics field is the amount of people that are coming from geomatics and using their skills in entrepreneurship and businesses and incorporating things that people need with an entrepreneurial mindset coming from a degree, not in business. Geomatics is rewarding because it's not only about numbers and codes and physics. You get to contribute to things that affect the livelihood of people and nature. The Zamani project was started by Professor Heinz Reuter, and for the last 15 years the team has been documenting heritage sites mainly across Africa. And there's a whole host of 3D and 2D data that we can provide to archaeologists or scientists that are doing research. The variety of work that you can do with the geomatics degree has allowed me to pick up quite a large variety of different skills. UCT as an institution is world renowned, and we are one of very few places on the African continent that offer a four-year undergraduate degree in geomatics. In my view, geomatics is a space for everyone. We acknowledge the South African context, and we're continuously transforming to create a space where everyone feels important and where everyone feels comfortable. Just looking for something that is, I think, essential anywhere I go in the world. So surveying deals with boundaries. And for me, I find that this career, this path, is boundless. I think it's a new quest every day. You're never getting bored. I enjoy being outside. That's what I do in all my free time. Either I'm quadding, snowmobiling, or on a riverboat. I like bring that aspect into being able to do that for work as well. You're seeing things that nobody else sees. We also do indoor work, so you can get indoor or outdoor work when you graduate the program. Our instructors are really great. I know they've been out on the field, so they're not just giving us like theoretical situations, it's more of like real life situations that they've encountered, and I like that. They teach you what you need to know. They're really resourceful and helpful too, and they're really great people. You name it, land, water, air, we do the surveying. Might as well call them like the avatar. We're so crucial because we're the first ones there and the last ones there. And without us, you have no idea where you're going. الآن الحقيقة أن المجال للواء الدكتور أسامة الصديق الشريف، وقبل أن أعرف بسعادة اللواء الدكتور أسامة، اخطرت علي حاجة أن زمان نقول information is the power، اللي هي بداية من الداتا، أصبحت الآن knowledge is the power. بعد شوية قعدنا نسمع في شيء جديد اللي هو شفناه الآن كيف يتعامل العالم مع smart knowledge is the power. والآن في الثورة الصناعية الخامسة أعتقد smart knowledge مع smart people مع curriculum مع integrated system اللي تكلمنا عليه هو الجانب المنشود. اللواء الدكتور أسامة الصديق الشريف حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة شيفيلد بريطانيا في هندسة النظم System Engineering. تحصل على الماجستير من جامعة لامبرت إيرلندا في إنفورماتكس في مجال الإنفورماتكس. عضو مجلس إدارة سابق في مركز البيروني في الاستشعار عن بعد طرابلس ليبيا. استشاري سابق في هيئة البحث العلمي للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. حاليا مدير إدارة المساحة العسكرية والمدير التنفيذي لشركة العبور الوطنية للمسح والتصوير الجوي.
نرحب جميعا بسعادة اللواء الدكتور أسامة صديق الشريف، فليتفضل. الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للجامعة الليبية الدولية على تنظيم هذه الندوة المهمة، كذلك الشكر للأخوة في الجامعة على دعوتهم لنا للمشاركة في هذه الندوة. الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم هو موضوع في غاية الأهمية، وهو استكمال لما تقدم به الأخوة الأفاضل في حديثهم الذي سبق كلمتي. اليوم نتكلم على تقنيات الجيوماتكس. الجيوماتكس طبعا قد يعتقد بعض الأخوة، خاصة حتى في نطاق الحضور، أن الجيوماتكس هو ممكن مصطلح حديث يعني، لكن في الواقع الأمر غير ذلك. الجيوماتكس has been there for quite a long time يعني، فهو مصطلح قديم نسبيا، ولكن نظرا للتقدم السريع الذي حصل في العلوم والتكنولوجيا وإدخال الكمبيوتر capabilities، أصبحت هذه العلوم المساحية في تقدم متسارع، وأصبحت تقتحم علينا الأبواب في كافة المجالات لمجالات حياتنا اليومية وبشكل إيجابي طبعا. وإذا كان ممكن تكون تأثيرها مكلف جدا إذا استمرنا في حالة السكون، فنحن اليوم نضع على الأقل مقدمة بسيطة هي في إطار التوعية العامة بتقنيات الجيوماتكس وأهميتها. فممكن نضع تعريف بسيط، وبعدين نحن أنا ما عرفتش طبيعة الأودينس يعني الحضور، فكان الإعداد للبرزنتيشن ممكن فيه جانب في يشمل تكنيكال إيشيوز بتعريف بالتقنيات هذه، وفي كذلك جانب يمس الجانب البحثي اللي هو مهم جدا، اللي هو وين التوجه اللي ممكن يصير سواء في الجانب الأكاديمي في الدراسة أو التطبيقي بالنسبة للمؤسسات، مؤسسات الدولة اللي تهتم بمجالات الجيوماتكس وتطبيقاتها، أو في الجانب البحثي عندنا مؤسسات تعليمية طلبة يجروا في بحوث، فنحن بنشير لبعض النقاط المهمة اللي ممكن ينخرط فيها البحاث. خلينا نضع تعريف بسيط لتقنيات الجيوماتكس. الجيوماتكس بصفة عامة هو الاسم العلمي لمجموعة من التقنيات والعلوم التي تتعلق أو المتعلقة برصد وتجميع البيانات الجيومكانية ومعالجتها وتحليلها وتنظيمها وتصنيفها وتخزينها، ومن ثم عرضها في صور تكون مناسبة لاستفادة منها في مشاريع، سواء كانت مشاريع التخطيط بمختلف أنواعها أو مشاريع الخدمات العامة اللي هي الخدمات المختلفة اللي هي زي النفط والغاز والكهرباء والمياه وما إلى ذلك والبيئة وكل هذه التخصصات والتعليم والصحة. فزي ما حكينا نحن قلنا جيوماتكس اقتحمت علينا الأبواب لسنوات عديدة، لكن ليبيا ما كانتش متأخرة يعني، ما نحن تأسس في ليبيا مركزين للاستشارة عن بعد، يعني مركز البيروني للاستشارة عن بعد تأسس في 1990 واستمر في تقديم الكثير من الأعمال، لكن نتيجة الظروف اللي تعرضت لها البلاد طبعا دمر مركز البيروني بالكامل أثناء الحرب، وبما فيه من بيانات ومعدات، وكان في مركز آخر اللي هو المركز الليبي للاستشارة عن بعد وعلوم الفضاء. طبعا أنا حبيت أني نعطي نظرة مبسطة في الأول على الوضع الغائم، وبعدين ننتقل إلى حديثنا اليوم أو ورقتنا اليوم. التقنيات الجيوماتكس اليوم بنتكلموا على، ممكن ركزوا أو نتكلموا على التوجهات التكنولوجية الحديثة اللي هي ممكن تكون حتى من تخصص نسموها متعدد التخصصات اللي هي مالتي ديسبلينري.
فنتكلم على الترندز هذه من خلال حديثنا، لكن في البداية خلينا نشوف بالنسبة لفروع الجوماتكس. الجوماتكس طبعا ممكن نحن نتكلم على في البداية على السورس نتاع البيانات هذا، يعني البيانات الجيوميكانية كيف انت حصل عليها؟ انت حصل عليها من عدة سورسز او عدة مصادر او عدة تقنيات تستخدم للحصول على هذه البيانات، ابتداء من المساحة او انظمة المساحة الرقمية، واللي التكنولوجيا الحديثة احدثت تغير كبير جذري في طرق الرفع المساحي الارضي، فاصبحت مهمة بشكل كبير. التقنيات الأخرى اللي هي تقنيات الاستشعار عن بعد عن طريق استخدام الإيمجري ساتلايتس، للإيمجري ساتلايتس عشان تستخدم للحصول على بيانات عن بعد عن الأرض بصفة عامة، أي مكان في الأرض. التقنيات اللي كانت الحديثة وأصبحت تتطور بشكل كبير وتستخدم في التقدم الحاصل في أنظمة الملاحة والتموقع العالمية اللي هي أنظمة الأريال فوتوغرامتري ولا الأريال سيرفي. الأريال سيرفي هذه ممكن تكون عن طريق إيركرافتس، لأن الطائرات ممكن عن طريق هليكوبترز، ممكن عن طريق الدرونز، وأصبحت كل يوم نرى في تقدم وفي بحوث تظهر تمشي سايد باي سايد مع الاندستري في تصنيع مستمر لمعدات ولتقنيات حديثة بشكل أصبح مخيف لنا، يعني عرفت اللي احنا نستفيد منها، لكن يجب أن نكون جزء من هذه العملية. التقنية الأخرى اللي هي تقنية الليدار اللي هي المسح بالليزر، واليوم ممكن تتابعوا أنتوا، احنا أنا باعتباري أننا نشتغل في نتابع في تقنيات التصوير الجوي من فترة طويلة، فأنا ذهلت أن في شورتز في حتى في شركات التصوير الجوي حاليا بالنسبة لأوروبا، فظهر أن شنو أن أطلقوا مشاريع كبيرة في ألمانيا وفي كذا للمسح، مسح المدن بالكامل، مسح اللي هو إجراء رفعات مساحية باستخدام تقنيات الليدار. الليدار يتيح إمكانيات عائلة تعرفوا عليها بقى. الأمر الثاني اللي هو البيانات الجيوديسية المساحية، يعني الجيوديسيا اللي هو الجيوديسي هو علم قديم يهتم بشكل وحجم الأرض و طبعا التقدم اللي حصل في الكمبيوتر ساينس اعطى امكانيات كبيره ان شنو يتم تصميم مودلز تحاكي شكل الارض حقيقي، ومن هنا طبعا اصبح لي نتكلم على الجيوديتك ريفرنس لكل دوله، في كل دوله المفروض يكون في جيوديتك ريفرنس باش نشوف شنو الارتفاع الحقيقي او الاختلاف الحقيقي على المنسوب سطح وبالتالي هذه تتعلق بها جميع المشاريع. نحن لما نديره في مشاريع مساحية تو نتكلموا بعدين، مشاريع مساحية نربط عن طريق نقاط مرجعية. النقاط المرجعية هذه أمتى من أمتى ليبيا نحن قاعدين نشتغلوا بين، يعني هل تم تحديثها، هل في كذا، هل فهذه الإشيوز كلها ممكن تو نتكلم عليها تو. في المصدر الآخر والمهم جدا اللي هو المساحة البحرية اللي هي الهيدروغرافيك سيرفي. الهيدروغرافيك سيرفي تو حاليا في تقنيات حديثه وجديده اللي هي على سبيل المثال المالتي بيم ايكو ساوندر اللي هو يستخدم في رسم تضاريس قاع البحار والمحيطات. الامكانيات هذه يعني ممتازه جدا ومهمه جدا، حتى بالنسبه لنا نحن في ليبيا عندنا ساحل طويل واكبر ساحل على جنوب في جنوب المتوسط، ولا يوجد لدينا حتى الآن يعني تخصص مساحة بحرية، يعني حتى الخرائط الخاصة بالأعماق اللي هي الباثيمتري نأخذ فيه من مؤسسات أخرى ونأخذ فيه من حتى بالنسبة لنا إحنا تو بالنسبة على المستوى البسيط لما نبي نأسس لميناء ولا مرفأ ولا كذا أول حاجة نتكلم عليها عمليات مسح بحري. حتى في المواني النفطية يجرى عمليات مسح نفطي، ليش؟ لأن التقنيات هذه حتى في الأنماند بوتس اللي تستخدم في السنجل بيم ولا المالتي بيم إيكو ساوندر ترسم في القاع تشوف شنو فيه لوطة، عرف فيه قطع، فيه كذا، فيه حشائش، فيه فهذه تقنيات يفترض الاستفادة منها، يفترض العمل فيها، يفترض على الأقل الجانب المعرفي، دم يكون عندنا ناس مختصين
بعدين ما عادش نحتاج أن بعد يكونوا جاهزين حتى لما في أي جهة وردت هذه المعدات ولا هذه الأجهزة يكونوا جاهزين للعمل عليها لأن عندهم الباك جراوند الكافية ليه. الأمر الآخر المهم نحن تو تكلمنا عن مصادر البيانات، الآن نتكلم عن كيف ندير هذه البيانات، هذا الكم الهائل من البيانات كيف يتم إدارته، كيف يتم تنظيمه، كيف يتم تحليله. فعندنا أداة رائعة جدا اللي هي نظم المعلومات الجغرافية أو الجيس. الجيس هي أداة لتنظيم وتخزين وتصنيف وتحليل وعرض البيانات وإجراء الاستفسارات عليها. مدام تخزينها معناها في قواعد بيانات، قواعد البيانات هذه تكبر، فنحن نتكلم على حجم يعني حجم دخلنا في البيج ديتا ساينس على مستوى الدولة. فهنا يحتاج إلى قدرات أكبر، نحتاج إلى نتوركينج، نحتاج إلى كذا. الكلام هذا كله عندنا فيه شورتج نحن حاليا. فكذلك البيانات هذه لما تجد موجودة وباستخدام التقنيات الحديثة اللي هي تقنيات الارتفيشال انتليجنس تم الاستفادة منها في نظم المعلومات الجغرافية، وتم استحداث نظم في التنبؤ بالنسبة للتنبؤات وبالنسبة لاستخلاص البيانات وبالنسبة هذا كله أصبح متاح الآن. كذلك هذا الشاشة ناقصة من تحت في تعديل الشاشة ناقصة بس تمام التكست لوطة مش باين طب مش مشكلة خلاص أوكي. الأمر الآخر اللي هو شنو الديتا هذه استخدمت في إظهار في عملية الإظهار والفيجواليزيشن وفي 3 دي موديلينج اللي خاصة فيما يخص التصاميم الحضرية والمخططات لا خلاص خلاص خليها خلاص خلاص تمام تمام. فهذه هذه بصفة عامة نظرة شاملة عن الجيوماتكس. تو نتكلموا على الجانب التقني، ممكن إذا كان حب الناس يعني ممكن تعريف إضافي بالجيوماتكس كيف جت المصطلح الجيوماتكس. الجيوماتكس هو كلمة مركبة يعني من جيو وماتك ماتكس. جيو كل ما يتعلق بعلم الأرض يعني جيولوجي جيوغرافي جيوديسي كل الماتكس اللي هي اختصار لإنفورماتكس. فجت شنو يعني ممكن بالعربي حتى كانت ترجمة ركيكة اللي هي علم المعلوماتية الأرضية أو حاجة زي البيانات الجيومكانية. شنو هي البيانات الجيومكانية؟ بيانات الجيومكانية هي معلومات عن أي مكان. المكان هذا مدام لها إحداثيات معناها أصبح ما نتعامل معه هو بيانات جيومكانية. جيولوكيشن في لوكيشن معناها أصبحت يعني نعرف مكان. أنت لما تبي تمشي من هنا لمكان آخر كيف توصف؟ لما تبي توصف ضروري تعرف مكانك أنت وين قاعد، تعطي مكانك بالضبط. فهذا هذه هي الفكرة الأساسية. ننتقل لممكن جانب تقني. الناس تسأل عن بعض الأخوة اللي ما لهمش دراية كافية بتقنيات الاستشعار عن بعد. تقنية الاستشعار عن بعد هي عبارة عن شنو؟ إتاحة مجال لتمييز ما هو غير مرئي لنا. يعني كيف الاستشعار عن بعد؟ طبعا هو إلقاء أو عين على الأرض لمعرفة ما خصائص ما موجود في سطح الأرض، لكن بشنو؟ عن طريق طبعا العين البصرية. كيف تشوف؟ تشوف في نطاق محدود جدا من اللي هو نسموه فيه الفيزيبل لايت. الفيزيبل اللي هو يتكون من ثلاث باندز رئيسية اللي هن الأحمر والأخضر والأزرق. تشوف حتى زمان في المجال في العرض وفي دور الكذا تشوف في ثلاث ألوان رئيسية طلعت في السينما ولا في التلفزيون ولا في عرفت اللي هن هذه الألوان الأساسية المكونة للفيزيبل لايت. باقي الألوان هي مزيج من طبعا هذين باندز يعني عرفت باندز. فنحن هنا في الريموت سينسينج هو عبارة عن شنو؟ الساتلايت يحتوي على سنسرز عشان تعمل كولكشن لانفورميشن. الانفورميشن هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن انعكاس ضوء الشمس او اشعة الشمس الساقطة على الاسطح الارضية
على سطح الأرض. فالضوء الشمس هو عبارة عن انرجي. الانرجي هذه هي عبارة عن سبكترم، حتى يرى سبكترم يحتوي على الطاقة هذه. ممكن تقسيمها ممكن نشوفه بشكل سبكترم، يعني انت تتكلم على من الشمس من اليو في الى الانفراريد. ورا نحن بالنسبه لنطاقنا نحن نشوفه في نطاق ضيق، اللي هو هذا اللي هو بالالوان، هذا اللي في النص. هو المجال الثاني ما نشوفوش فيه نحن كبشر. فالحاجه الثانيه ان نحن نشوفه في النهار. الريموت سنسنج في نوعين. في نوع نقدر نشوف خلال الدي نايت الدي تايم، وفي نوع نشوف دي نايت. هذا نسميه ممكن باسيف، اللي هو الباسيف، والثاني اللي هو عباره عن شنو، عباره عن رادار يبعث هو في الانرجي البلسز، وتنعكس البلسز من سطح الارض، وبالتالي يدرس الخصائص الابزورشن والانعكاس الريفلكتنس اللي حصل، عرفت؟ يفهم بعد هذه شنو المواد، هذه شنو طبيعتها. هذا بشكل مختصر يعني. فعندنا باسيف اللي هو يستخدم في أشعة الشمس كمصدر رئيسي للانعكاسات التي يستقبلها الساتلايت، أو أنه يكون أكتف اللي هو من خلال الساتلايت نفسه يرسل بلسز، وبالتالي يرسل يستقبل الانعكاسات اللي على الأجسام اللي على الأرض. هذا بشكل بسيط، بس على أساس الساتلايت ممكن يحتوي على مجموعة سنسرز، وبالتالي إحنا نقدر نستقبل عدة باندز، عرفت؟ فممكن نشوف بشكل أكثر توضيح. عندنا مثال هنا مثلاً، واحد من الريموت سنسنج ساتلايت اللي هو اللاندسات، لاندسات 8، ممكن في لاندسات 9 حتى، ونفس نفس الستركشر. فاللاندسات هذا يتكون من كم؟ يتكون من حوالي 11 باند. الرئيسيات اللي نستخدمه فيه اللي هن السبعة الأولات. طبعا هذا شنو؟ لما أنت تأخذ اللاندسات أو نعمل ريكوست لمنطقة معينة، مثلا أنا بي لاندسات لمنطقة معينة، فنستقبل الديتا بهذا الشكل. نستقبل الديتا من الـ من الـ من الـ من البروفايدر بهذا الشكل، نستقبلها في صورة تتكون من هذا العدد من الباندز. كل باند عنده ويف لينث معين، فنحن مقسمين هنا. نحن هذا تو بالنسبة لهذا مقسم الباند، هذا تو تقول من الفيزبل من 400 ل 700 نانومتر. فنحن إذا كان نحن اشتغلنا في الترو كلر، معناه نحن في الفيزبل بس، هي الألوان الطبيعية اللي تشوفها العين. إذا كان نحن طلعنا على الانفراريد، ولا طلعنا شوية في اليو في، معناها نحن رانا نشتغلوا على ألوان ثانية العين البصرية ما تشوفهاش، لكن الريموت سنسنج مكننا أن نشوفوها، وبالتالي عرفنا أن في خصائص في الاختلافات هنا في بين الأطياف، أن تبين أن في مواد ثانية. تو نشوفوا كيف. طبعا هذا عندنا الجدول، هذا نستخدمه فيه كبروكسيز. هذينا ريسيرش ندار من قبل من خلال الدراسات فتكون انت ريت الدمج ما بين الباندز. يعني مثلا الجدول اللي على اليسار هذا اللي هو مثلا نشر الكلر، اللي هو الباند 3 والباند 2 والباند 4 اللي هو الجرين هذا نشوفه نحن، هذا نسموه فيه ترو كلر. اذا كان نحن دمجنا الوان ثانيه، فنحن طلعنا فهذا جدول نحن نستخدمه فيه، عرفت، في تفسير الريموت سنسنج داتا. فنشوف على سبيل المثال عندنا لما تكون الإيمج هيك بالشكل هذا، جبنا الإيمج كيف ما جاية من الساتلايت، يعني مجموعة من الباندز، بعدين أخذت دمجت 3 باندز اللي هن ممكن الثلاثة واربعة وخمسة، ثلاثة واربعة وخمسة، الخمسة اللي هو النير انفراريد، فدخلت النير انفراريد، فشن طلع هنا؟ طلع عندي أكثر أحمر أكثر. الانفراريد هنا يبين شنو؟ يبين شغل في الفيجيتيشن، فهنا نعرف به شنو؟ نعرف فيه إن في اللي هو اللاند كفر بالنسبه للفيجيتيشن كفر. فتطلع عندي الصوره باللون الاحمر هذا، فتبين جميع الفيجيتيشن اللي في الصوره يطلع، عرفت؟ فهنا نسميها شنو؟ فولس كلر. فولس هذا بالنسبه نحن تو نشوفه فيه، عرفت، لكن في الحقيقه نحن ما ناش شايفين، عرفت؟
ليش؟ لأن مرات في أمور أخرى خضراء، أنت لما تصور صورة الساتلايت في أمور أخرى حتى هي لونها أخضر، فهو كيف يميز؟ أنا الدقة التمييزية ارتفعت. ممكن طولت شوية هنا، لكن الكالر كومبوزيشن ولا كومبوزيت هنا بالنسبة للترو كالر نفس القصة، أن في دمج الألوان في الريموت سنسنج، يعني عملية تفسير الصور كيف تجري بشكل مبسط في الريموت سنسنج. نتكلم على موضوع آخر اللي هي التقنيات هذه، ليش المسميات هذه مهمة والمصطلحات، لأن بعدين بنتكلم عليها بشكل واسع، يعني مش اللي هي المالتي سبكترال والهايبر سبكترال. نحن هنا نتكلم على سبكترال ريزولوشن. سبكترال اللي هو الباندز هذينا، إذا كانت مالتي، المالتي اللي هو عدد الباند، عدد الباندز في الساتلايت اللاندسات كم قلنا؟ قلنا راهو 12 باند نستخدم منهم في 7 رئيسيات في التحليل. هذا مالتي معناها ما زيدش على 12، من 10 إلى 12 باند. إذا كان هايبر سبكترال، هايبر سبكترال يصل إلى مئات الباند، وبالتالي هنا الدقة التمييزية زادت. فإذا نستنتج من هذا الكلام لما نتكلم على هايبر سبكترال كاميرا معناها راني إمكانيات أعلى بكثير من مالتي سبكترال كاميرا، أعلى بكثير من البرود باند، عرفت؟ فهذا المسميات هذه ممكن حتى الناس اللي تتعامل في المؤسسات يفترض أن يكون على دراية ب، ممكن ما قلتش الأمور التقنية التفصيلية، ولكن هذه المسميات كيف أتت. طبعا واحد من الاستخدامات اللي هي عندنا اللاند كفر كلاسيفيكيشن، جماعة التخطيط العمراني ممكن، التخطيط الحضري ممكن يعرف شن أهمية، يعني أول ما تبدأ في التخطيط أول واحدة من الحاجات الأساسية يقول لك عندك لاند كفر ماب ولا ما عندكش، عندك لاند فاللاند كفر نستخدمه فيه، تلقى الخرائط الخاصة باللاند كفر خرائط قديمة. فالتقنيات الريموت سنسينج والجيس أتاحت لنا إنتاج خرائط أو ثيماتيك مابس بشكل مبسط جدا، يعني أصبحنا عشان نرى حتى في أنواع الفيجيتيشن أنواعها، هل هي أشجار، هل هي حشائش، هل هي يعني نحن من خلال الساتلايت، من خلال الريموت سنسينج ديتا أصبحنا حتى نميز ما بين أنواع النباتات، أصبحنا حتى نميز في صحة النبات من خلال الكلوروفيل للنبات، هل هو النبات لما يطلع عندنا مصفر معناه راه كذا، لما يطلع كذا، حسب ما تشوفه أنت في الريموت سنسينج ديتا. الصور اللي تحت هذه الفولس كولر والترو كولر. هنا ننتقل إلى موضوع حتى هو في إطار الريموت سنسينج. طبعا هذه الصورة اللي هي الترو كولر إيمج، هذا فهمنا تو الترو كولر والفولس ترو كولر إيمج لمنطقة أو لجبل العوينات وأركنو، هذه المنطقة اللي تقع في التراي بوينت ما بين مصر والسودان وليبيا. طبعا الصورة هذه صورة من موديفايد، هي ملتي سبكترال، هي منتجة من ملتي باند ملتي سبكترال ديتا من القمر الصناعي سنتينال 2 اللي هو من مؤسسة كوبرنيكوس الأوروبية. نشوف الصورة اللي بعدها، لاحظ الفرق هنا. هنا نحن ما لون نشترى، هذا ريموت سنسينج ديتا عبارة عن شنو؟ نحن اشتغلنا على نسب الأطياف اللي حكينا عليه، هذا الجدول اللي هو البراكسيز اللي نستخدمه فيه. فشوف أنت بالنسبة لللاند اللي هو تحت هذا، بالنسبة لل اللي على نشوف إذا كان نحن اشتغلنا على الباند مثلا ريشيو ما بين الباند باند 4 و 2 معناها يعطيني سيجنتشر لشنو؟ لايرون اوكسايدز، يعني اكسيد حديد. إذا كان اشتغلنا على ال 12 و 11 معناها شنو؟ معناها يعطيني كذا. إذا كان ال 11 و 8 يعطيني فيريك اوكسايد، يعني هذين معادن ممكن هو 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 بوتنشل لوجود معادن، لكن دراسات الاستشعار عن بعد لها مدة طويلة تشتغل بدقة عالية الآن، وأصبحت بوجود التقنيات الحديثة ممكن مكنتها أكثر من أن التحليل يتم بصورة فائقة جدا. فتشوف أنا المنطقة اللي هي باللون الأخضر، ولا المنطقة اللي هي باللون مش عارف شو نسميه، الأرجواني، والله عرفت، يعني في فرق في الفورميشن. فهذا لما شفنا في بعض الأمور، ونحن نشتغلته في المشروع هذا مع الأخوة في الجيولوجيا الدكتور
خليفة والدكتور عبد السلام وعرفت فنشتغلوا في شغل مشترك كريسيرش على المواضيع هذه بالنسبة للجنوب الليبي. طبعا الظاهرة باللون الأخضر صخور رسوبية وهذه دلالة على وجود معادن فلزية وممكن الجماعة في جيولوجيا فهموا بالنسبة للجانب الجيولوجي أكثر مني عرفت. فإن شاء الله الأمور هنا التغيير أكثر وضح نتائج بشكل أوضح. فتكلمنا على الجانب ممكن نبكري جانب زراعي شوية عرفت. هنا تطبيق في موارد طبيعية وليبيا طبعا زاخرة بالموارد الطبيعية فاستخدامه أرضنا واسعة وفي بعض المناطق الصعب الوصول لها. فالريموت سنسنج يعتبر تقنية ممتازة ومناسبة لهذه الأمور. الأمر الآخر احنا نتكلم على الهايبر سبكتر. الهايبر سبكتر تقنية أكثر. فتشوف اللي على اليسار هذه صورة لفارمز مزارع. أنا من خلال المالتي سبكتر اللي هو مالتي سبكتر نحن نستخدم فيه عدد كبير من الباندز يتجاوز حتى 250 باند في الامج الوحدة. فشوف التمييز وصل إلى أن نوصل لمرحلة أن النبات هذا هيلثي ولا ستريست ولا نيتروجين ديفيشنسي فيه ولا كذا ولا هار. فهذا كله أصبح متاح الآن ونقدر حتى بالنسبة للأخوة في البحوث حتى على المستوى المحلي يجروا في بعض الدراسات من فترة وعندنا ناس لكن يحتاجوا إلى احتواء أو مؤسسات تحتويها. فلما نتكلم على الكلام هذا طبعا نحن دائما نتكلم على هذه الإمكانيات والقدرات وكذا. بتعطيني وقت معنا شوي هذه نتكلم على القدرات. فنحن مفروض شنو نفكر في الجانب الآخر في كيف يتم إدارة هذه البيانات كيف يتم احتواء وتنظيم هذه البيانات. هذا موضوع مهم جدا وموضوع آخر كبير. الموضوع الآخر ممكن يكون جانب بحثي. طبعا نحن نتكلم على الامج سيجمنتيشن. هذا الامج سيجمنتيشن هي ميثود مهمة جدا في الامج انتربريتيشن اللي هو تفسير الصور. لما كبرت البيانات وكذا كذا أصبح شنو ضروري من دخول الارتيفيشن انتليجنس. الارتيفيشن انتليجنس هنا في موديل عرفت اقترح لاستخدام الديب ليرنينج وبالتحديد الكونفوليوشنال نيورال نتوركس في البيس سيجمنتيشن وبعدين وصولا الى الداون ستريت تاسكس الداون ستريم تاسكس اللي هي سواء في الجيولوجيكال ابليكيشنز ولا في البريسيجن اجريكلتشر ولا في الهيدرولوجيكال ولا في الانفايرمنتال بريسيجن ولا غيرها. طبعا انا الاكزامبل الاخر اللي هو في الريموتلي سنس ديتا اللي هو الرادار. الرادار تكلمنا احنا قلنا الرادار راهو اكتف ولا لا اكتف لانه يستخدم اتس اون انرجي سورس. فالرادار انا يشتغل شنو يشتغل بكيفيه مختلفه. هو عباره عن رادار بيست ساتلايت بيست رايدر هو عرفت. فنحن نستغله في الرادار وصلنا بالاوبتيكال الثاني اللي هو الريموت سنسنج وصلنا للانفراريد يعني بالنير انفراريد والشورت ويف انفراريد. لكن بالرادار تم الازاحه الى ان نكتشفه حتى في السايد بتاع الميكروويف. فنشتغله في باندز اللي هن زي الاكس باند والسي باند والال باند اللي الناس اللي من الأكاديميين اللي معانا عارفين التقسيم هذا. فزي التطبيقات اللي عندنا بالنسبة للرادار متعددة وتكون تكاد تكون يعني تلقى استخدامات الرادار ولا اللي هو الساتلايت بيست رادار في الدول اللي فيها ما فيهاش شمس باستمرار اللي فيها الكلاود كفر عالي. نحن عندنا مشكلة في الكلاود كفر فدائما حتى التصوير نحاول انه يكون شنو التصوير في مراحل اللي هي اوقات الصباح اوقات اللي ما فيهاش كلاودز لان حتى لو ان التقنيه فادتنا بشكل كبير في المينيمايزيشن اوف كلاود كفر افكت. لكن بالنسبه للرادار يستخدم في كندا يستخدم في روسيا يستخدم في اليابان يستخدم بشكل مكثف وكبير جدا في شمال اوروبا. أتاح إمكانيات عالية.
ممكن أنا بنتكلم على موضوع حتى الفترة اللي فاتت أثار بعض جماعة معنا الأخوة من النهر جهاز النهر. فالموضوع هذا قديم، موضوع اللي هو نهر الكفرة. فالموضوع هذا الموضوع هذا بدأ في سنة 1995 في مركز البيروني للاستشعار عن بعد في طرابلس. هذه الديتا هي من مركز البيروني في 1995 ونشرت في بحوث. من يدعي الآن أن راه مواضيع جديدة ومواضيع، فهذا علاش قلت أنا الجيوماتكس راه ماهوش حديث راه. ففي 1995 تشوف هذه صورة رادار اللي في النص، هي هذه لمنطقة الكفرة. نحن نشوف الملتقى، ملتقى نسموه فيه هذا ملتقى النهرين، ملتقى النهرين هي الأودية المغمورة بالرمال، وهذه هي الحوض الأساس للحوض النوبي في الكفرة، لأن المنطقة هذه غنية بالمياه الجوفية، أكبر أحواض الأحواض المياه في خاصة في أفريقيا. الصورة اللي على اليسار هذه، هذه اوبتيكال ايمج من سبوت ساتلايت القمر الصناعي الفرنسي. هذه صورة بالناتشرال كلر، تشوف الدوائر الزراعية في الشمال، هذه الدوائر الزراعية اللي في الكفرة، هذه الدوائر الزراعية، هذه منطقة الكفرة اللي في شمال في اعلى الصورة هنا. نفس الكلام هذا لما دمجنا الصورتين مع بعضهن، اللي على اليمين غادي دمجنا الصورتين مع بعضهن، فيبان يبان المجاري هذا النهر، وبالتالي تم ترسيمه، وفي من استغل هذا الكلام. لكن للأسف عدم وجود مؤسسات تعنى بهذه بالبيانات الجيومكانية أصبح حتى الأمر يدعو لل يعني يجيب بحاث من خارج ليبيا، يقول ليبيا ما فيهاش حد يعني ما فيها شيء. ننتقل للتقنية الأخرى اللي هي تختص بتجميع البيانات الاستشعار عن بعد، اللي هي الأيريال فوتوغرامتري والليدار. طبعاً الليدار أنا البحوث اللي توه ماشي على أساس الديتا اللي مستخلصة من الليدار ومن الهايبر سبكترا اللي هي الساتلايت ديتا، يعملون في شنو في ديتا فيوجن، ديتا فيوجن. ففي شغل كبير جداً في البحوث على الديتا فيوجن بالنسبة اللي هي الساتلايت ديتا مع الديتا اللي مستخلصة من الـ الـ من الـ المسح الليزري. الليدار اللي هو اللايت ديتكشن اند رينجينج، هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ليزر يركب في طائرة، سواء كان حتى الدرون استوى فيه الليدار، عرفت؟ الطائرة الكبيرة هذه، الليزر هذا يبعث البيم، البيم تنعكس، لما تنعكس يحسب عن طريق السرعة البيم هذه يحسب المسافة، وبالتالي يسهل الترسيم ويشوف الرسم للتضاريس زي اللي على اليمين. يظهر عندي الفيجواليزيشن 3D موديلينج، ما يسمى بالديجيتال إليفيشن مودلز، اللي هي مهمة في التخريط ومهمة في الإظهار، أو ممكن يكون عن طريق طائرات ويتم رسم حتى قاع البحر اللي هو باستخدام الليدار. الليدار ممكن يكون محمول اللي هو الموبايل يرسم به، خاصة في الاركيولوجيكال سايتس هذين في عرفت يرسم او يكون على ممكن حتى على سيارة او على درون. هذا ممكن كلاسيفيكيشن لل ترند يعني بالنسبة للخاص. انا اتكلم على كلاسيفيكيشن بالنسبة للديتا. الديتا هنا في بكري تكلمنا على السيجمنتيشن وقلنا راهو الموضوع راهو مهم وكذا كذا وواحد. نحن تو نتكلم على كيفيه الاستفاده من 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 ديتا لها خصائص عاليه، اللي هي نتكلم على الهايبر سبكترا اللي طالعه، سواء من الهايبر سبكترا كاميرا، سواء كانت اون بورد الطائره ولا مركبه في ساتلايت، يعني عباره عن نحن تحصلنا على هايبر سبكترا ديتا. لكن الهايبر سبكترا مع الليزر ليدار ممكن تعطيني امكانيات تمييزيه اعلى. فلذلك احنا الناس البحاث يشتغلوا على هذا الجانب، يستخدموا في الارتفيشال انتليجنس في الديتا فيوجن واستخلاص كلاسيفيكيشن ماب من مودل زي هذا، عرفت؟ ممكن الموضوع متطور بشكل اكثر في حاله ان لما تكون الديتا اكثر وكذا، هذه ابروتش مختلف.
اللي هو المالتي سكيل نتورك مع سنجل فيز, وعندنا الكلاسيفيكيشن موديل في الديسيجن فيوجن. نجول التصوير المساحي اللي هو الفوتوغرامتري اللي هو بالكاميرا اللي هي الديجيتال كاميرا. الديجيتال كاميرا طبعا طائرة التصوير الجوي يجب انها شنو تكون لها مزايا خاصة, يعني اللي هي تحتوي على جي بي اس سيستم وتحتوي على الاي ام يو اللي هو الانيرشال ميجرمنت يونت اللي هي تقيس الانجلر, عرفت؟ عشان ليش؟ لانه ضروري حتى في الدرونز موجوده. ليش يقول لك فيكسد وينج؟ ليش ضروري تكون فيكسد وينج؟ ليش؟ لان الحركه مؤثره. حتى الاي ام يو تشوف فيها, استخدموا فيها حتى في الكاميرات عند المصورين, تو لما يتحرك الكاميرا تقدر توازن في نفسها. فالسيستم بالاضافه الى شنو؟ الى نقاط ضبط ارضيه. تو ممكن التقنيات الحديثه اللي هي زي البي بي كي اللي هي البي بي كي اعطت امكانيه ان نستغني حتى بالنسبه للمساحات الصغيره على الجراوند كنترول بوينتس. بعض الامور الثانيه, نحن طبعا نفس القصه بالنسبه للتصوير الجوي, كانت في 2005 طائره مزوده بديجيتال كاميرا تم توريدها لمركز البيروني واشتغلت بطاقم ليبية, وكان الانتاج والكذا والتحليل وكل شيء بقدرات ليبية. فالامر هذا امر سهل جدا, لكن يحتاج الى نوليدج, يحتاج الى باك جراوند, يحتاج الى يعني قاعدة اكاديمية جيدة لتخريج ناس يحتويهم السوق في الوقت الحالي ولا في المستقبل. طبعا بعض الامور التقنيه الخاصه بالتصوير الجوي للفلايت بلان وغيرها, المنتجات اللي نقدر نتحصل عليها من التصوير الجوي بما فيها البيانات المساحيه او الصور المائله, الصور العموديه, الصور مصححه, المالتي سبكترال, ولا ديجيتال اليفيشن مودلز اللي هي الارتفاعات, نماذج ارتفاعات. طبعا في بعض الامور اللي خاصه بالريسيرش ترندز اللي هي التصحيح اللي هو الارث ريكتيفيكيشن. طبعا في مودلز توا جاهزه في السوفت ويرز وكذا, لكن ممكن تكون بعدين, لان احنا راهو حتى التكلفه غاليه لاننا ندفعوا في لايسنسز واحد. فليش ما يكونش في ناس تشتغل, اللي تشتغل في الريسيرش بدل يشتغلوا في امور عبثيه هيك يعني ما لهاش تطبيق, يختاروا بعض المواضيع الهامه يعني ممكن في الامج بروسيسنج بالذات. شفت انت الجيوماتكس توا في جانب اخر اللي هو في مهم جدا يدرسوا فيه في ممكن في الاتصالات يدرسوا فيه في اللي هو الامج بروسيسنج. فالتصحيح نشوف مثال هنا, هذه التراديشنال اللي هو التصحيح قبل المودلز الجديده. شوف المباني, ركز معي في المباني بس. المباني هذه طبعا لما تكون مباني مائله هيك في الاستخدام اللي هو في التخطيط, نحن هنا استخلاص البيانات في الفيشر اكستراكشن للمباني هذه لا تصلح عندنا. ليش؟ لان احداثيات سطح المبنى تختلف عن احداثيات قاعده المبنى, وبالتالي وجب وجود مودلز للتصحيح لتصحيح هذه الصور. هذه صور من صور جوية, فتشوف المودل لنفس الصورة بالضبط كيف تم التصحيح. هذا بالإضافة أن نحن ممكن نستخدم أريت الانفراريد كولر لإظهار الغطاء النباتي. قربنا على الانتهاء. نحن طبعا هذا بالنسبة للكونتور مابس, عرفت, استخلاصها من الصور الجوية, حساب الكميات من الطائرات زي طائرات الدرون. نتكلم توا الجانب اللي خاص بالمساحة الأرضية. طبعا هذا موضوع كبير, لأن نحن توا هذا جانب من الجوانب المهمة في تجميع البيانات. الشبكة الجيوديسية الوطنية, نقاط الضبط الأرضية اللي هي النقاط المرجعية, أغلب النقاط نقاط قديمة, نقاط يعتمد عليها في تنفيذ كافة المشاريع. ليش؟ لأن أي ربط مساحي للمشاريع ضروري نربط مع النقاط الأساسية. النقاط هذه تم بنائها في 69 79 أو في بعض النقاط من 76 عن طريق الاي جي ان الفرنسية بالنسبة لليبي, وربطها مع الشبكة الدولية.
المشروع هذا تم تحديثه في 2006، لكن كان فيه بعض المشاكل، وما بعد 2006 ما عصر شيء. للآن مساحينا وشركاتنا وكذا تستخدم في هذه النقاط للربط المساحي. المشاريع هذه تحتاج إلى مشاريع مراجعة، تحتاج إلى شباب، تحتاج إلى طلبة، تحتاج إلى كذا، عدد كبير من المساحين لمراجعة الشبكة. واحد يقول لا، التقنيات الجديدة، الشبكة المساحية الأرضية مهمة جدا، لا استغناء عنها. طبعا هذه حتى هنا بعض المواضيع الهامة اللي هي البروجكشنز والمواضيع الخاصة بالمساحة الجيوديسي. أنا حاولت أن يكون في طبعا في أمر آخر اللي هو النظام، التطور اللي حصل في نظام تحديد المواقع العالمي. قبل كانت عندنا نستخدمه حتى زمان في القياسات، قبل كان عندنا جي بي اس، بس تو أصبح عندنا كونستريشن كبير. يعني أنت كل ما زاد عدد الساتلايتس عندك في أي جهاز، لأي مساح يعرف الكلام هذا، عرف زاد عدد الساتلايتس معناها الدقة متاع الأكيرسي متاعك زادت. زمان كان الأخطاء بالمتر، بعدين نقصت وصلت للسنتيمتر رينج، بعدين تو أصبحنا نتكلم على الأكيرسي في المليمتر باستخدام التقنيات الحديثة. طبعا بعض الأنظمة اللي مستخدمة تو في الربط المساحي زي الـ RTK، عندنا نظام الحديث والجديد اللي تو حتى البحوث مازالت مستمرة فيه، اللي هو البريسايز بوينت بوزيشنينج. هنا تكلمنا على الأقل قريب نوصل لأقل مليمتر. التصحيح يتم عن طريق جيوستيشنري ساتلايت. هنا الجي ان اس اس كونستليشن يلتقط الإشارة منها ويتم التصحيح عن طريق محطات أرضية اللي هي نسموا فيها الكور ستيشنز. الكور ستيشن هذه شبكة منفصلة بروحها، لكن الوقت ضيق، ممكن نتكلم على الموضوع هذا في كلام آخر. أنا نوضح في هذه الأمور باش نوضح أن التخصصات كبيرة وتحتوي الجميع، يعني تحتوي من كافة التخصصات. عندنا لكل حد جاي من تخصص معين ممكن يكون فيه مجال يشتغل فيه. هذه بعض الصور. أنا بالنسبة للبريسيجن فارمينج، نحن عندنا مشاريع تو كبيرة تم إحياها عن طريق برعاية القوات المسلحة، اللي هي المشاريع الزراعية في الجنوب. المشاريع هذه كبيرة، توا دخل البريسيجن فارمينج. البريسيجن فارمينج استخدام التقنيات المساحية والتقنيات الحديثة في تحديد، بحيث انه يتم تجهيز هذه الآلات الزراعية باستخدام تقنيات البريسيجن بأكيرسي عالية، ويتم وضع مخطط لسير هذه الآلية. والكلام هذا اصبح يشتغل، وتقدر تشتغل الآلية بروحها، عرف يقعد محاريث حصادات مش عارف شنو، عرف توريها المكان وخلاص تمت. طبعا عندنا vulnerabilities في الجي ان اس اس. الجي ان اس اس طبعا يتعرض لعدة امور، فهنا مجال للبحث، مجال ممتاز ومجال رائع، اللي هو نحن كيف نحمي اذا كان عندنا شبكة جي ان اس اس. عندنا شبكات تشتغل زي انظمة كذا، طائرات كذا تشتغل كلها بالجي ان اس اس. فلما يحدث تشويش، من عندنا يستخدم في، حتى لو كان جبنا تطبيقات مضادة للتشويش هذا ولا كذا كذا، فكيف يصير لنا سايبر اتاكس ولا سبوفينج ولا الانترفيرنس؟ تشوف هنا تصديق الكلام هذا، هذه جي بي اس جامينج، هي هذا، هذه خريطة لتوضح التشويش اللي حاصل يوم 26/6/2024 على أنظمة الجي بي اس. تشوف اللي بالأحمر هذا كله تشويش. شوف الأخبار، تلقى مطار بيروت الفترة الأولى أحد الطيارين يشتكي يقول والله هنا الجي بي اس يقول لي راو المهبط في البحر. فواضح أن الكلام هنا صاير، أي مكانات فيه الاشتباكات تقنية عالية، أصبح من يتأثر بهذا التشويش حتى المستخدمين المدنيين، يعني شبكات الملاحة حتى المدنية تتأثر بهذا التشويش. فنحن هذا مجال آخر اللي هو في السايبر سيكوريتي، في عرفت لأن هذه الاتصالات عبارة عن اتصالات فالكلام واضح، يعني تقدر أي حد يدخل على الموقع ويشوف التشويش اللي حاصل على أنظمة الجي بي اس. ها نتكلم على بشكل توك، تكلمنا على البيانات وكيف يتم تجميعها وكيف كذا وآليتها وكذا. الموضوع الآخر اللي هو الجي اس اللي هو الأداة الرائعة التي يستخدم في إدارة وتصنيف وتحليل هذه البيانات واستخراج ما يتطلب منها من خرائط، سواء في صورة رقمية ولا في صورة ورقية ولا في نظم اتخاذ قرار ولا نظم مساعدة على اتخاذ قرار. فالجي اس يمكن تطلعوا على الجي اس، والجي اس كيف
مكوناتها الرئيسية وكيف اللي هو عبارة عن هذه المكونات الرئيسية على أساس، لكن نحتاج لخبرة، نحتاج لنو هاو، نحتاج نحتاج تطبيقات الجي اس في جميع المجالات مسجلة عندنا في الانفايرمنت، في الاجريكلتشر، في الاربن، في كذا، في جميع المجالات. هذه بعض الترندز في الجيو فيجواليزيشن. نشوف انا طبعا بعض المودلز اللي تم انتاجها في الجي اس. هنا بالنسبه للشيدنج ريليف، عرفت اظهار الظلال وكذا، هذا بالنسبه للتضاريس لمنطقه معينه، عندنا صوره معينه دي ام اللي هو ديجيتال اليفيشن موديل، وبعدين نظهره في ثلاث ابعاد. هذه خريطه طبوغرافيه قديمه 1 إلى 50 ألف، ندير لها جيو ريفرنسنج وننزلها على الديجيتال اليفيشن موديل، عرفت، من ساتلايت ولا من رادار ولا ونظهر خريطه قديمه نظرها في ثلاثه بعد، بعدين شنو 3D برينتينج. يقعد الفيجواليزيشن واضح ومهم جدا، ويساعد حتى الناس المخططين، ويساعد حتى هذا جزئيه من جزئيات الجي اس اللي هي تحليل شبكه طرق بالنسبه لمنطقه معينه، كيف يتم استخلاص او كيف إضافة شبكة طرق. والله فهذه واحدة من الإمكانيات البسيطة للجي اس، يعني وكيف يتم نتكلم عن سبيشال ديتا مانجمنت في محاضرة ثانية، والله في ورقة ثانية ممكن، عرفت الامرجنس اوف بيج ديتا والكلاود كومبيوتينج، هذه بعض التاسكس والترندز المهمه جدا. الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج في الجي اس، زي في البريدكتيف موديلنج والاوتوميتد فيتشر اكستراكشن تكلمنا عليها، هذه كلهن طبعا. شكرا. الان المهندسه الخيريه الحقيقه جانبها هي حيكون الشق التطبيقي الممارس في التخطيط ودوره في تحسين قرار التخطيط. يعني هي قلنا ما هي الا مجموعه قرارات، والقرارات تحتاج الى نولج، والنولج تحتاج الى سمارت نولج اللي ذكرها الدكتور، والسمارت نولج هو اللي وصلنا للوزدم الحكمه، ومن الحكمه خلينا نقول الجود انسايت، والجود انسايت هو الالهام. فلما يكون القرار ملهم وملهم وملهم يوصلنا للنتائج النبوة إن شاء الله. تفضل أستاذ خيرية. مين اسمع؟ أنا مدن من فترات طويلة مش مستفز، ولكن تو وصلت قناعة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني ممكن استحدث فترة هذه جديدة، لأننا لا بد أن نستحدث معتمدا على التخطيط جيوماتكس، يعني ما فيش تخطيط مغير جيوماتكس. زي ما في تو انا شرحت في شرائح الجزائر، الدول اللي تنتج هذا البرنامج في اداره مدنها، في تخطيط مدنها، في تحديد مخططاتها والسيطره على مخططاتها، وعندها نظام الرقابة والرصد الحضري، كل هذه المدن تبدا من العماره. العماره لا تدرس الا بالبيلدينج انفورميشن موديلينج، معامل، يعني مش كل رسم، معامل بيلدينج انفورميشن موديلينج ينتقلوا منا. طبعا هو بيدل انفورميشن موديلينج، نتج معلومات البناء، يؤدي الى ان حتى قطع المحلات بتاعت اللي يبيعوا مواد البناء تحولت الى زي الصيدليه بريزا بتاعك انت. طبعا هو معروف الريفرنس الكهرباء والريفرنس معروف يعني بيدل انفورميشن موديلينج. فينتقلوا منا الى السم، الى نتج المدن زي ما تقول. عنوان مرقتي هو برنامج التقنيات الحديثه جيوماتكس في ممارسات التخطيط ودورها في تحسين قراراته وتعزيز الابداع التنموي. الحقيقه نحن تو في الوقت الحالي لا في حاجه ماسه الى انتاج خرائط اساس مرنه قابله للتحديث المستمر، عشان نبدا نشتغل عليها خططاتنا، نديروا خطه قصيره، نديروا خطه بعيده، كل نتفق المهم لازم عندنا خرائط اساس. هذا محتويات البحث نبدا عندنا الحقيقه هنا المرجعيات، جميع المرجعيات التخطيطيه العالميه اوصت بان يتبنى التخطيط التقنيات الحديثه، سواء الخطه الحضريه الجديده، عندنا الهدف الانماء للغايه 11 طبعا جاء في مناقشه الامم المتحده متكرره، انقاذ الهدف الانماء اللي هو بيئه نظيفه صالحه للجميع، بين هذا الهدف والغايه حكومه طبعا كلها ناشئه
والمخطط المرجعية التقنيات تخطيطية وطنية للمخطط الوطني الطويل طويل المدى والسياسة الوطنية المكانية كلها أوصت أن تنتهج التخطيط التقنيات الحديثة. طبعا هذا هو التاريخ متاع البابي في العالم اللي هو الحالة الأولى ظهرت عام 1954 الحالة الثانية نظم معلومات جغرافية لأول مرة كانت عام 1960 1970 رسم خرائط الكمبيوتر أول برنامج تجاري نظم معلومات جغرافية كان عام 1980 الخريطة التفاعلية كانت 2006 رسم الخرائط الاجتماعية في 2011 الدورة الأولى الذكاء المواقع كانت في 2012 الذكاء الاصطناعي اللي هو في الوقت الحالي ذكاء المواقع تقنية مستخدمة على القطاع الواسع طبعا بدخول الذكاء الاصطناعي دار كل لبس لحاجات عديدة العمليات عديدة هي في جمع البيانات وعالجة البيانات اتخاذ القرارات اجراءات التحكم او الرصد او التحسينات البيانات الجيومكانية في هذا العصر البيانات الرقمية الجيومكانية تفوق التي تحصل عليها خريطة بسيطة زي ما في السابق فهي تمثل مصدر وطنية اساسية للمعلومات ذات قيمة اجتماعية وبيئية وعمرانية وهي تتيح التكامل بين المدن والخدمات الحكومية من جهة ومبادرات التنمية الوطنية من جهة أخرى. طبعا الحقيقة في الجانب الحضري في بنوك المعلومات الحضرية. بنوك المعلومات الحضرية مش هي بنوك الناشونال داتا بانك المتعارف عليها اللي مسكرة اللي حطوها في جبال اللي بالأرقام السرية لا البنوك المرصد الحضري اللي هو في الأوبن داتا في الغالب ويشرك المعلومات ومهمته هو تسهيل تدفق المعلومات بين الأجهزة الدولة فهي الهيكلية العلمية بتاعته هي المرصد الحضري العالمي هي جلوبال أربن أوبزرفاتوري والإقليمي اللي هو زي ما تقول العربي أوروبا آسيا هذه الأقاليم هنا ريجنال أربن أوبزرفاتوري بعدين ناشونال أربن أوبزرفاتوري مثلا المرصد الحضري الليبي الوطني المرصد الوطني بعدين اللوكال أربن أوبزرفاتوري المرصد الحضرية هذين طبعا لنا تبعية واحدة موحدات المعايير فهو في سيستم عالمي احنا للأسف ما بديناش في القصة فكرة إنشاء المراصد الحضرية هي الفكرة طبعا بدأت طبعا الأمم المتحدة أصدرت برنامج تصميم وإعداد مجموعة مؤشرات كمية هي تكون طبعا على وسعى المؤتمر الثاني برنامج تطوير المؤشرات بعدين وجهت الوثيقة العالمية أجندة مؤقتة والثاني الأقمار للعمل على متابعة إنتاج المؤشرات أهمية المراصد الحضرية هي طبعا طبعا مساهمة في وضع قاعدة معلوماتية لإعداد سياسات استراتيجيات عمومية اتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها مراقبة التحولات في البيئة العمرانية عندنا المهام العمل في المرصد الحضري الوطني طبعا احنا لو شفنا ان تاسس مرصد حضري وطني اعرف ان هي انحطت على المسار السليم ما لم يؤسس مرصد حضري وطني ما فيش المسار السليم نعطيكم مثال خمس مناطق حره في بنغازي في سوسه في شو اسمها الخليج البومبا في طبرق في مساعد خمس مناطق حره في المنطقه من يوافق بينهم من يقول انك ان هنا ما ينفعش ندي هالمنطقه لا انا هذه سوسه شارع واحد وجبل كيف تجاره عبور وقصص يعني قصدي ان من هو اللي يوفق في السياسات لا بد ان تكون في نظره محليه هذا المقصد هذا المقصد هذا الوطني طبعا هو مهم ادراج اجراء مقارنات حضريه بين المناطق المخططه جمع معلومات المؤشرات الحضريه بناء شراكات بين طبعا هو بناء الشراكات التكامل هذا اهم وظيفه يكون فيها المرصد الحضري ان يجمع اصحاب المصلحه مع بعضهم للنقاش والخروج بنتيجه عقلانيه وموفقها طبعا موفقه مكانيه تطوير نظام تقني لتدفق المعلومات طبعا هو يعتمد على كلهم على ادوات الجيماتكس تطوير النظم التقنيه اعداد الاطار المؤشرات اضافه العقل الدورات طبعا تدعيم المرصد الحضري المحلي طبعا هو تشبيكي مع اجراء المشاورات طبعا لكن الاشكال الجايه ممكن حيكون نوضحها اكثر تطور ادوات اداره البيانات الجيومتركيه جيومكانيه توفر بيانات المعلومات الجغرافيه المكانيه منصه تكامليه لجميع البيانات الرقميه التي لها بعد واقع تحتاج جميع القطاعات الى معلومات جغرافيه دون استثناء ما فيش قطاع ما يحتاج معلومات جغرافيه نحن بالدليل ان واحد من اسباب فشل المخططات المرحله السابقه والجايه واللي بعدها ان جميع القطاعات ما عندهاش خطط
مكانيه، لازم كل قطاع يكون عنده خطه مكانيه باش بعدها انت تناقشها معاه. لكن انت بتدير له خطه لا تقتصر حاجه على معلومات في الوقت الفعلي لاستعداد الكوارث والازمات والانسجابات، فان الخدمات القائمه على الجغرافيا المكانيه تساعد الحكومات في تطوير الاستراتيجيه وقياس النتائج ومعطياتها. الاطار المتكامل للمعلومات الجغرافيه هذا اهتمام الامم المتحده. هذا برنامج كامل وفيه مسابقه فيه كم دول، نحن للاسف ليبيا ما زال يعني مش منخرطه فيه، منخرطه ممكن جديد يعني. الإطار المتكامل للمعلومات الجغرافية الجيومكانية هو إطار محكم للأمم المتحدة، تم تعاقد الأمم المتحدة بالوقت الدولي وهدفه الأصلي وضع أساس وأهداف ودليل ترجع إليه الدول وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض في تطوير وتقوية ما تقوم به في مجال إدارة البيانات والمعلومات الجغرافية الجيومكانية والبنية التحتية المتعلقة بها على مستوى الوطن المحلي، لأنها لازم تنظم هذه البيانات. فإن الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية يتكون من ثلاث أجزاء، اللي هو الجزء الأول إطار استراتيجي شامل والدليل التنفيذ وخطط العمل. الإطار المتكامل هو يهدف إلى ترجمة المفاهيم إلى إرشادات عملية، يعني يدير أدلة استرشادية للعمل. طبعاً هو عنده رؤية بشأن المحركات الاستراتيجية والمبادئ الأساسية تحت المسارات الاستراتيجية. الاستراتيجية هذه أول مرة لفتت نظري إن في حاجة اسمها الابتكار والتجديد للجانب المالي في تثمين البحث العلمي، في التثمين فعلا، لأن احنا فعلا محتاجين تثمين العقول، تثمين الأفكار، تثمين البحث العلمي. معليش تجي تهد المؤتمرات تلقى فاصلة كذا، شرطة كذا، فهرس مش عارف شو، بهي الفكرة، بهي النتيجة. التحديات مخاطر بعض هذه بعض الوثائق اللي ينتجها الإطار التنمية المتكاملة. دمج التقنيات الحديثة للتخطيط لماذا؟ يقولوا هو متخذ القرار ليس لديه وقت، ديما هم عندهم نفس الصفة، ما عندهاش وقت، يبني معلومة ومعلومة في وقتها صريحة واضحة محددة. متخذ القرار خفيفة ثقافية متخصصة يحتاج إلى أسلوب مبسط لنقل المعلومة. عندنا عدد كبير من المستشارين يحتاج وحدة المعرفة ووحدة المشاكل والأهداف. عند مشكلات كبيرة وقرارات متعددة يحتاج إلى تحديد أولويات وتقسيم المراحل. عند إمكانيات محدودة للتنفيذ والقياس يحتاج تصور التكلفة والنتائج. عند يحتاج إلى إظهار النتائج السريعة للتنمية. فهو يبني برامج سريعة بعيدة ومتوسطة المدى. هذه كلها توفرها رقمنة المدن يعني البيانات المكانية ورقمنة المدن وخرائط الأساس. هذه تعمل كأداة لدعم صناعة القرار التخطيط. الحقيقة أن تو في جهتين يعملان بعد قانون 59 البلدية تشتغل لوحدها وعندها المنصب الحقيقي. والتخطيط الأمراضي والوسط ترتبنا هو المناط بالتخطيط والتطوير وقاعد. فنجاح منصب حضري وطني درجة أولى لأنه هو اللي يعطي المعايير ووحد البيانات ووحد المؤشرة ووحد نجاح المرصد الحضري الوطني ينجح اي مرصد حضري محلي. لا اعتقد ان العمليه عكسيه على الاطلاق. فهنا كيف متخذ القرار كيف يدير من غير يعني البيانات كلها مع بعضها والشغل شغل جماعي يعني هو يقولوا في ظل تكامل تطويري لكافه القطاعات. عندنا نمذجه المدن نمذجة المدينة هو تعريفه واستخدام نمذجة المدينة على نطاق معلومات المدينة على نطاق المدينة. بدء نظام تطوير الكوائم الرقمية للمدينة اللي هي زي ما قلت لكم هي بيلدينج انفورميشن موديلينج يعني والعالم تو وصل للسلم اللي هي سيتي انفورميشن موديلينج وبعدين طبعا هي تطور كلها في مفهوم سمارت سيتي. مستوى نضج إدارة المعلومات والاتصالات زي ما قلت هي جيوماتكس طبعا توفر له يعني برنامج تقني يدير كولكس والقصص هذه كلها بس يفترض يعني التوحيد يعني احنا تو قاعدين في منبر ان الواحد يعني حتى التعليم يمشي في نفس المسار التقني يعني التقني يعني مستوى نضج اداره المعلومات هي الدائره بتاعت المدينه استخدامات النمذجه بالتخطيط. طبعا نحن عندنا مستويات تخطيط طبيعي الوطني رقمي نظريه تخطيطيه فرعيه للخطوط الحضريه هي لما تستخدم هذا السيستم الفيدباك يعني يعني دقيقه بس فاستخدام مجلس ثلاثيه الابعاد يمكن للمخططين من تحليل خطط التطوير الحاليه والنماذج ايضا منصه لاشراك المواطنين
عندنا قصة عويصة، مش قصة، لما يكون عندك برنامج بالأوبن ديتا ومفتوح وتشارك فيه وكل نص سنة تنشر عندك منشورات ثابتة. بس طبعا هو الكلام هذا كله في دولة مهيئة، لأن درس الديموغرافية وين؟ طبيعية وين؟ يعني البيانات المكانية ورقم الثنود وإنتاج شرائط الأساس هي عين متخذ القرار على قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. نحن عندنا نشرح بس ان 3D هو بناء شكل ثلاثي الأبعاد، توا فيه 4D اللي هو إدراك فكرة الارتباط بعمل الزمن، لأن فيه تحليلات يقدر الجيوماتكس والتقنيات الحديثة تتخلف. فيه 5D اللي هو إدخال عامل التكلفة. عندنا البيانات المكانية الموثوقة هي داعي لإدارة التنمية. طبعا البيانات يعني نحن حتى سبب رفضها ودعمها في ليبيا معروف لنا، حيادية شفافة تنبأ برامج التنمية وتلغي الفساد. عندنا نموذج المدينة كجهاز بناء مساند لمعدي سياسات التنمية الحضرية. طبعا عندك البيانات اللي تجيك من الجهات الحكوميه، البيانات السياسيه والاداريه، القطاع الخاص، المجتمع المدني، كل هالبيانات والاحصائيات والخرائط توضح اكثر منظور المدينه ويطلع في تقارير نوعيه. هذه التقارير النوعيه هي اسمها تحويل البيانات الى معرفه وتعزيز التشبيه، اسمها تحقيق التكامل التدفق المعرفي من اجل التكامل المؤسسي. لما يجي المؤسسات تبادل معلومات يعني الكتروني كلها يعني ثقل. البيانات المكانيه اساس الرصد والرقابه، الرصد والتقييم والرقابه الحضريه وتعزيز الابتكار في حلول الاستدامه. الرصد هو الاجابه على ماذا جرى وماذا يجري. التقييم هو لماذا جرى وكيف جرى. من الرصد والمحاكاه في مستويين طبعا باهي. عندنا هنا انتاج البيان الاحصائي وبناء نظام الرصد وبناء المؤشر. هذه الدائرة الفنية اللي تقع أصلاً في وسط الدائرة في نطاق دائرة السياسات. دائرة السياسات اللي هي إنتاج المعلومة وإنتاج والسياسات والمعرفة، اللي هي عندنا تحويل البيان الإحصائي إلى معلومة وتحويل المؤشر إلى معرفة وتحويل المعرفة إلى سياسة. تمام؟ عندنا من إنتاج الخرائط والأساسات. طبعاً أنت لما بتجي تعمل على تحليل البيانات ولا تحدد قطاع الاهتمام بتاعك، تراجع البيانات بتاعك، مراجعة البيانات المحلية. يعني هذه طريقة بس الهيكلية بتاع إنك إنتاج المؤشر في قطاع واحد. الهرم المعرفي للبيان طبعاً البيان الخام، الإحصائيات، المؤشرات، المقاييس. طبعاً هنا هدف رئيسي من بناء المراصد الوطنية المحلية العالمية هو العمل على المؤشرات. المؤشر هذا يعطيك انت وين من قاعد، ايش كثير، كيف تم التعامل مع البيانات المكانية في اخر مرحلة تخطيطية في ليبيا. طبعا ليش فشلوا في انتاج خرائط الاساس؟ اسباب الفشل ما زالت سارية الى الان، ما زلنا سنفشل. مشروع جيتا طبعا اوكلت مصر تحت الامرار مهام الى 4 مكاتب استشارية وتعاقدت مع هذه المكاتب على استخدام تقنية الجي اي اس والتقنيات الحديثة. والمؤسسة أصلاً هي جهة منتجة البيانات، هي جهة مستهلكة للبيانات. فصار خلق، أنتج هذا المشروع الآلاف من التقارير، ما فيش من يراجع. في يعني الخرائط. الحاجة الثالثة طبعاً زي ما هي العقد المبرم مع الشرق أيوة أحدث التقنيات. عندنا طبعا هو اللي صار الانحرافات الهدامه اللي صارت، طبعا هو الوعاء الهرمي محتاج تشريعات حديثه، محتاج مؤسسات قادره، محتاج معلومات. احنا اللي نخطو فيه اليوم المعلومات. المعلومات صار فيها قصور كبير لانها لم يعد لها الاعداد الجيد. وزي ما قال الدكتور هو الاعداد الجيد مش عشان مصلحه غير قادره، لا، لان هي الدوله لازميه توحد الاس دي اي. يعني هو البنيه التحتيه المكانيه هذا شغل الدوله. يعني التخطيط الاغراضي ياخذ لينك يكمل منه، هو جهه مستهلكه للبيانات لكنه مش وظيفته انه ينتج بيانات مكانيه للمدن ويدير نموذج، ولا مش وظيفته. هو يكمل شغل الدوله او يتكامل في برامج البرلمان. احنا تو في مرحله التاسيس، يفترض ان يتكامل. طبعا المحور الاغراضي هو اللي طبعا انا اللي مركز عليه. قواعد البيانات اللي صار في مرحلة التخطيط السابقة كان في خلل تعاقدي.
لان المصدر ده لما يجي يستهلك البيانات لا قدره لها على انتاج بيانات مكتوبه. ده المصدر ده قال سايت في خلل في اداره البيانات وبيان المواصفات المعايير، في خلل في استقصال بيانات، وطبعا خراب جنب في النقص، نقص بتاع خياراتنا باهي عندنا توائم رقميه بس بتيكه من ورا السكر. خلاص التوائم الرقميه يبدا بال الاي او تي وبعدين داتا بيس مانجمنت وبعدها عندنا الاربن ديجيتال توينز اللي هي التوائم الرقميه. نتمنى في القريب العاجل ان نتمكن من ازاحه العوائق يعني الصعوبات وال ويعني لا اعتقد ان شاء الله هي مرات يقول الواحد يعني الجيل القادم، لكن ان شاء الله بعد ما اول ما اول دفعه تخرجها يا دكتور ان شاء الله. باقي عندنا نصف ايش نوصلوا للسيتي سمارت اللي هذه هي عندي انا منهجيه جمع البيانات المكانيه على المستوى التفصيلي، طبعا استخدام البيانات الحديثه مش زي قبل. طبعا التخطيط ما عادش قاعد مخرجين تنويه، التخطيط قاعد يدخل فيه يعني عوامل كثيره من غير البيانات المكانيه لن تستطيع. الحقيقه على السريع بس لازم نحكي عن كيو جي اس ونظره بس. الكيو جي اس هذه تجربه في البحرين، هذا احد تطبيقات الجي اي اس المجانيه. به استطاعوا من خلاله هم طبعا عندهم بيصينوا الحدائق في المدينه، فعندهم اعمال كهرباء واعمال مياه واعمال زراعه واعمال داخلا عليهم. فشو استخدموا الاداه هذه مكنتهم طبعا هذا الحصر تحديد البرنامج التدخل. شنو هذه نقاط الحل كيف حدوهم حلوها في حاجه النظر اولويات التنفيذ التحكم في التكلفه كيف يتم تنظيمها على طريق. التنظيم طبعا جاء عن طريق برنامج كيو جي اكس اللي هو هذا النموذج غطى التخطيط العمراني، تخطيط المواقع، تصميم العمراني، التصميم الاداري، التصميم الداخلي، هندسه المناظر، بالاضافه الى القطاعات الاخرى. دار بينهم كولبس ونجح هذا البرنامج في تحديد اوقات انت تصين الساعه كذا انت كذا، هذا قبل هذا هذا قبل هذا ونجح. طبعا هذا هو البرنامج اللي عندنا، هذه هنا الخطه اللي داروها. وهذه ممكن في الحوار بعدين لا تمام خلاص هذه النتائج. شكرا. بس حبينا نحن ندير سام اب للي صار اليوم بعد ما حكينا على قدرات الجامعيه وطموحات جامعه ليبو، وتكلمنا على التماهي ما بين الاحتياجات الفعليه لسوق العمل وما بين التخصصات الموجوده في الجامعه حاليا، وتكلم سعاده اللواء على الجيوماتكس تفصيلا حقيقه، ويعذرنا بس نحن قطعنا في الاخير بك لنا بس يعني معلومات حتى نحن استيعابنا اصبح يعني ضاق بينا الامر فيما يتعلق بهذه الكم الكبير من المعلومات. حاولنا ان المهندسه والاستاذه خيريه بالا ان هي تضع الجانب التطبيقي للكلام اللي ذكر اهميه هذا الكلام، فلو لاحظنا ان هناك احتياجات بشريه، هناك احتياجات معرفيه، هناك احتياجات تقنيه، هناك احتياجات تخطيطيه. فالنموذج حقيقه متكامل وكبير جدا، ما يتوجب علينا فعله الان نحن بعد ان نديروا صباب ونحكي بعض التساؤلات السريعه قبل البريك وقبل توزيع الشهادات والجوائز من قبل جامعه ليبو. انا بس حبيت ان نذكر بس في الشق التخطيطي. الان نحن في حاجه دمج التخطيط المتكامل. الوطن ماذا يريد؟ الوطن يريد خطه متكامله. لما ذكرت نموذج البحرين الاستاذه خيريه الان الخطة الكبرى راهي مرتبطة بالخطط الأخرى، يعني الانتجريشنز في الديفرنت اسبيكتس نتاع الوطن. مش واحد يخطط في مناهج تعليمية، واحد يرسم في خرائط جغرافية، واحد يوطن في تقنية مستخدمة. الخطة لابد أن تكون كل متكامل في جميع التخصصات. الوطن له استراتيجية وله توجه عام وله سياسات لتنفيذ هذا التوجه، والجميع يعني مشترك في هذا الامر. عايش انا ذكرت قصه الميجا، معلش انا ما نبيش نطول، لكن راهو باش نطلعوا بالمناقشه اللي بعدين حتكون مغلقه للمتخصصين بعد اذنكم. حنحاولوا نخرجوا بما هو المطلوب الان. مطلوب الخطوه الاولى ستيب 1 هو ان كيف ستحاول ليمو في ان تتبنى برنامج ممكن يكون على المستوى الدراسات العليا اعتقد وفي هذا المجال باش يحقق الشق الاحتياجات الكبيره اللي ذكرها من سعاده اللواء. لان اشوفها التقنيات وهالامكانيات وكذا تحتاج الى بشر الحق، تحتاج الى امكانيات، تحتاج نحن هناك ايبل وكيبابيلتي وكومبتنسي.
نحن رانا في حاجة الكومبيتنت بيبل، نحن في حاجة إلى جدارات، ونعتقد هذه البرامج الآن تدريبا وتعليما واستعدادا بهذا التوجه وهذه المبادرة إن شاء الله الانيشيتيف اللي من ممكن تكون من جامعة ليمو مع الجهات المختصة والمتخصصين سوف تثمر عن نتيجة بإذن الله تعالى سوف تكون واعدة. الآن نترك يعني هيك بس ناخذ نستأذنك من التساؤلات الهامة إذا كان في تساؤل تساؤلين ثلاثة قبل ما نترك المجال لمنسقي الملتقى في 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 توزيع بعض الجوائز قبل البريك إن شاء الله. فإذا كان في تساؤل من حد كذي أو يعني هيكون سريع يعني بعد إذنك. من احد التوجهات الحديثه للعالم كلها ان نبيه سمارت سيتي ومدن مرنه، هي قدره المدن على الصمود في وجه ما هو متوقع وغير متوقع، سواء حوادث الارهاب او الفيضانات او السيول زي ما صار في دمنا. فهذه كلها تبني معلومات، فتبني معلومات مشتده في هيئه المدينه على الصمود. فهذا التوجه يعني هذا من التوجه وشد به العديد من الدول، بدأت به واشنطن، بدأت به آخر مدينة عربية كانت عمان، بدأت به مالي. فأتمنى أن يكون في الاتجاه هي فعلا نحن متجهين جدا 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 في المدن. بعض المبادرات أنا حضرت ورشة عمل في 2012 في طرابلس، كان فيها مركز البارونين كما عرفتوا عليه، كانوا حتى يتابعوا تصوير جو المناطق التجربة الزراعية تم التعدى عليها داخل الأسوار، فكانوا يشوفوا فيها الطائرات المسيرة، وبلغوا حتى على سفينة تجارية ضخمة كانت مشتعلة فيها النيران في سنة. فقصدي على مش غير في التخطيط العمراني أو في كل شيء بصراحة يعني، فمحتاجين له. نتمنى يكون التخصص هذا عشان يصير تداخل إن كلية بروحها يعني. نعم، بارك الله فيك، شكرا لك. كان استفسار بدرني هو هل الجيوماتكس بالإمكان الاستفادة منها في ضبط ورصد ما يحصل في التعدي على المخططات، مثل المخططات العمرانية، هل بالإمكان مثلا سواء التغيير أو زي العشوائيات وما إلى ذلك، إذا كان ممكن الاستفادة منها في مسألة ضبط المخططات وإعادتها للسياق الصحيحة؟ هو طبعا أكيد يعني الجيوماتكس بس حكينا بالمحورات من التطبيقات المهمة اللي هو في الأردن الماني يعني التطبيق الماني. الكلام هذا طبعا حدوث التشوهات خاصة في مدن زي مدن ليبيا يعني تشوهات كبيرة جدا وتحتاج إلى مشاريع متكاملة، مشاريع متكاملة لأن هذا موجود عن طريق تصوير جوي والمخططات السابقة وبعد نشوف التعديات في خلال البرامج الخاصة بالجي اس وتحديدها وشرط مصارعة الخروج بأقل تكلفة. ممكن نديروا فيها خطوة أولى تصوير جوي وبعدين يشوفوا التشوهات الحاصلة ويشوفوا من اللي ممكن يتم التغاضي عنها وكل حل مشكلتها والباقي ياما يمشي في فتح مسارات جديدة أو ما تعتقد أمرني عارفين الكلام هذا في الكلام موجود من زمان يعني مش مشكلة. اليوم الدكتور أسامة صديق الشريف. Thank you.
السيد المهندس نبيل محمد برضو بالإمام، السيد محمد الأستاذ محمد رمضان عماني، السيد المهندس عبد الرؤوف سعد عبد الله، المهندسة المتواجدة دائما السيدة الأستاذة